بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. يا بختهم إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة، الحلقة رقم 825. بدأها المهندس عدلي. يا بختهم مين؟ يا بختهم اللي ما بيشجعوش الأهلي. اللي ما بيشجعوش الأهلي يا بختهم؟ يا بختهم. الله الله الله، ليه بقى؟ لانهم اقول لك حاجه. الاهلي ما عندوش طرف انه يخسر بطوله. فعايش على اعصابه، بمجرد ما يخسر بطوله مش عارف يستمتع بكل ما حققه. يحاسب على ما يفقده، مطالب بالاحتكار وفي كل الالعاب. غيرنا بيفرح ما يتبقى من الاهلي يتنافس عليه الاخرون عشان يفرح ويعملها بطولات استثنائيه. البطوله الاعز لدى المنافس هي تلك التي يفوز بها وتكون الوحيدة، أو تكون في لعبة وحيدة، أو تكون في ظرف غريب واستثنائي كله دهليز، واخد بالك؟ ولكن ما أن يفوز، يا عيني يا عيني يا صلاة النبي، أيوة كده، وتشعر أن أنت خسرت الجلد والصقر. يا بختهم لان عندهم اكتر من بديل. الاهلي لا يستطيع ان يفرح الا باداء الاهلي وبتشجيع الاهلي، اما منافسه فهو ينتقل من تشجيعه لفريقه ثم الى اي فريق يلاعب النادي الاهلي. يتصادف ان احد الفرق من عشرات الفرق سواء المحليه او الاجنبيه يفوز على الاهلي حتى لو كان ريال مدريد عشان يحفل عليك. تصور يا خيبتك يا اللي بتخسر من ريال مدريد. يا بختهم لأنه يستطيع وبكل نفس مطمئنة وهدوء وأريحية يقول لك يا أبو خمسة، وهو خسران منك خمسة السنة دي، بس لا جاب فيك ثلاث أجوان. يا بختهم لأنه عندما تفوز ببطولة يقول لك بس نكدت عليك بهدف شيكابالا اللي نكد عليهم وطفى فرحتهم اللي عاملين نفسهم كسبوا بالبطولة. يا بختهم اللي استطيعوا انهم يحولوا الانظار عن احداث المباراة ليحتفلوا بلحظة لم ينفردوا بيها في المباراة، فيجي يقول لك ايه، لولا كورة زيزو في ماتش القرن كان الزمالك كسب. ده انت قبليها بدقيقة ما تجيب لي كده، يا ريت تجيبوا لنا كورة حسين الشحات وكورة زيزو في نفس المباراة. حسين الشحات والمرمى فاضي فاضي ومسكس يارد، الكرة بتتحط في العارضة، نسيوها واعتبروا اللي بعديها بنص ساعة اللي متشاطة من بره ال 18 بتلف للخارج فخبطت في العارضة ان هي دي الفرصة اللي غيرت المباراة. يا بختهم يا بختهم لما يجي يقول لك لولا الكورة بتاعت أطهر الأطهر اللي ضاعت كان الاهلي خرج، وده حقيقي، بس كمان لو الكورتين جم لولا الكوره بتاعت هاني اللي ضاعت وامام نفس الفريق سان داونز ما كانش الاهلي احتاج لكره القطر القطر. طب لو كورتين جم كان الاهلي بقى في المركز الاول. تخيل لو ضربتين الجزاء دول دخلوا في سان داونز، ايوه، كان خسر 4 بونت، كان الاهلي بقى الاول في المجموعه. هيقول لك ده حظ الاهلي، ده حظ الاهلي. تخيل يستطيعوا بهذه الآلة الإعلامية الجبارة أن ينسوك الحقيقة ونبلع الطعم وجمهورنا يبلع الطعم وهي ساير. يا بختهم لأنهم يعملوا من لحظات الأزمات انتصارات. عندهم رئيس عبقري بجد، أنا أحيي الأستاذ مرتضى، يستطيع أن يخلق من كل أزمة أزمة تبلعها وتنساها، من كل موقف أزمة تبلعها. ذكاء ذكاء ذكاء، فيستطيع، وهو اللي كان من أسبوعين كل الناس بتقول له النتائج والتردي وأبنائك ومش عارف إيه وإيه، إن يقول كله يقول لك يا أسد الكرامة، لا العيد القومي للزمالك بقى دلوقتي الانسحاب من السوبر. البعض بيطالب بكده، الاحتفاليه ونعمل حفله ساهره ونحتفل بالمناسبه دي وكل سنه. هذه عبقريه تحويل لحظه الانكسار الى انتصار. يا بختهم انهم يستحملوا ان توقعاتهم تطلع غلط، هو كان متصارح هنسحب وبيراميد ورايا، يقوم بيراميد يشترك.
يا بختهم وهم يعني عملية ماتش السوبر أستاذ إبراهيم هناك خاسر وهناك رابح وهناك مستفيد. المستفيد نادي بيراميد. أي اتخلق له ايفنت جديد ما كان يتوقعه. لقى نفسه هيلعب مباراه فيها بطوله وهو لحد دلوقتي لم يحرز بطولات، فعنده دوافع رهيبه. انا ارى ان انسحاب الاهلي وضع الاهلي في صعوبه. انسحاب الزمالك وضع الاهلي في صعوبه اكبر بكثير، لانه امام فريق دوافع مختلفه وجوده لعيبته مختلفه. خلينا نكون صراحه، ماليش دعوه بالجوده عشان ما نخشش بقى في ايه. ماشي يعني عندهم لا، بدليل ان هم مقاطعين في افريقيا مشوار اطول في الدوري، ترتيبهم افضل من زمان، لكن مش هخش في دي. انا هخش في حاجه واحده، ان بيراميدز يلعب الان في عقر داره. هتقول لي ازاي ده بيلعب في الدوري المصري؟ ملاك بيراميدز هم اماراتيين، اذا هو مش رايح في غربه، هو رايح ملاكه يستطيعوا ان يخلقوا من الدوافع والمؤازره والمسانده في بلدهم. هيروح يعني انت لو قلت البيراميد ايه الملعب اللي حب تلعب عليه طول عمرك، يقول لك في الامارات طبعا، واخد بالك؟ قد يقول كده، قد يقول لي عشان ما انا ما بصدرش على حد. انسحاب الزمالك هو شان زملكاوي اصيل، ليس لنا الحق ان نناقش اذا كان صح ولا غلط، مش حقنا بصراحه يعني. مشاركه بيراميد او اعتذاره برضه مش شاننا، شان يخص بيراميد. لكن الاهلي موجود، هو الطرف الاصيل في المباراه، ينتظر من ياتي اليه. في حجم من الشوشره المقصوده. ايوه. على الاهلي وجماهيره ما بيلعبوش الطعم بقى. ما بيلعبوش الطعم ازاي؟ ان جماهير الاهلي تروح بكثافه وتندفع بحماس لتشجيع الاهلي والاهلي فقط. اوعى تخرج بره هذا النطاق، اوعى تتعرض لاحد بخلاف فريقك الاهلي. سيبنا بقى من نغمه التحفيل الخايبه اللي ملهاش لازمه، اللي هي اصل كل ما نحن فيه من اشكاليات وازمات. المشهد يا استاذ ابراهيم مشهد عبثي يدل على الفوضى الكروية التي نعيشها، واحنا قلنا الكلام ده من ايام ما اتعملت لنا لجنة وصاية من الاتحاد الدولي، لاننا قاصرون عن ادارة انفسنا، فتتعين لنا لجنة زي الدول النامية في كرة القدم، مش احنا المؤسسين بقى للاتحاد الافريقي، لا تتعين لنا لجنة خماسية فعلت ما فعلت من الاثام، سيتبعها لجنة ثلاثية هي أحادية القرار فعلت ما فعلت من قرارات. الكل بلا استثناء يشكو من عدم شفافية المشهد الكروي، من اختفاء خطابات لتأجيل خطابات لتضارب في القرارات لعدم وحدة أو مرجعية القرارات لعدم سرعة اتخاذ القرارات، لجان بتروح ولجان تيجي ولا أحد يحاسب أحد. أدي لك يا بختهم ان تبقى لجنه التظلمات بتشهد ايه؟ بتبحث في ايه؟ في قرارين، واحد يخص الكهرباء وواحد يخص رئيس النادي الزمالك. في عقوبات على الاثنين. وكأن القرار ينصب، يتم الحديث عن كهرباء عقوبه كهرباء. انت ما حدش تحدث ازاي على عدم تنفيذ عقوبه الطرف الاخر اللي هو ماشكو في نفس الواقعة بالتجاوز. ومش عايزين نقول انك انت ازاي تضخم من عقوبة لاعب احتفل مع جماهير في لحظة ما خدتش خمس ثواني، لا راح لهم ولا استفزهم ولا حاجة، هم كانوا بيغنوا، ولم تعاقب اللي تجاوز في اللاعب وفي النادي وفي الرئيس النادي و و و و و و وكل يتحدث على العدالة وعلى السلوك الرياضي المهدر. هو ده المشهد يا استاذ. يا بختهم، يا بختهم اللي بيقدروا يقلبوا الحقائق، يا بختهم اللي بيلاقوا اللي يصدقهم، يا بختهم اللي بيحولوا كل لحظة انكسار إلى انتصار. و
ولذلك انا وجه حديثي لجماهير الاهلي، فين انتم من زهوكم بناديكم الذي يخوض موسما استثنائيا بصرف النظر عن نتيجه يوم السبت؟ لان بطولات المباراه الواحده تشهد ما تشهد من نتائج مفاجآت، الكل عنده فرص، لان اذا لم تحصل في الوقت الاصلي بضربات ضروري في نتيجه نتمناها للاهلي، نتمناها نتمناها في ظروف طبيعيه. يا بختهم باعلام، عارف انت الزمار اللي مش عارف يخبي دقنه، الاستاذ مدحت شلبي. لا ناقه لك ولا جمل يا استاذ مدحت، انت مالك الجمهور يشجع مين ولا مشجعش مين؟ ازاي بقى يا استاذ مدحت؟ مره لوجه الله اخرج كده، ما تعبرش عن مشاعرك السلبيه تجاه النادي الاهلي. انت بتدعو فريق منسحب محمل بكل طاقات الغضب انه يروح يفرغ طاقات الغضب دي ضد النادي الاهلي، تروح تشجع بيراميدز يبقى حاجه حلوه؟ انت يعني مندوب نادي بيراميدز؟ انت مالك؟ انت هتظل لامتى يعني بيسموها ايه؟ تغازل اصحاب القرار من يعني يعني انت ايه يعني؟ ايه مكسبك انت؟ انت مالك؟ بدل ما تحلل المشهد ده انت بقيت داعيه، زي ما كنت داعيه للفتنه ايام الجزائر. وعشان انت عديت محدش حاسبك. ما هي دي المشكله. يعني الواحد خلاص ما بقاش قادر يتحمل انه يصمت ازاء كل هذا. يا استاذ ابراهيم احنا في مشهد يا تلحقونا يا ما تلحقوناش، الكوره بتقول كده، المشهد الكوره بيقول يا تلحقونا يا ما تلحقوناش، وكل مره نقول ايه؟ الدرس وهنتعلم، ومن هزيمه هنتعلم، طب من تنظيم قطر هنتعلم، طب من نتائج المغرب والسعوديه هنتعلم. احنا ما نتعلمش، احنا بنعلم الناس ازاي تلف وتدور وازاي تحاول بص العروسه. بص العروسه ازاي تحول اي لحظه سلبيه لمكسب. هات لي يا كابتن حازم يا امام، انا في مشهد لما في حياتي عدوا مجلس الاداره طالع ينتقد لجان الاتحاد، قالوا ايه وبيتضامن ايه الغزل اللي انت عايز توصل ايه؟ على فكره جمهور الزمالك مش مصدقك مهما عملت خلاص، لان اللي بيقود جماهير الزمالك وبيكسب ثقتهم مش عايزك. ميدو شويه اكثر ذكاء، فراح يغازل صاحب القرار. انت راح تغازل الجماهير، انت حر، لكن ما يبقاش على حساب الكره المصريه. طب نثق ازاي؟ نثق ازاي في الشله اللي بتدير من الكافيتيريا هم الخمسه سته، كل امور الكره المصريه حتى الاعلانات حتى برامج الرياضه هم. يا بختهم ان يقدروا يقلبوا اي واحد عنده موقف مع النادي الاهلي مش مريح. كابتن فضل احنا عندنا كل التفاصيل الذي اقدره واثق فيه. انا معلش انا متاكد ان عندك كل اللي بتكلم فيه ده يا استاذ ابراهيم، بس انت بتقول يا بختهم على ايه؟ يا بختهم لان كل ده بيقدر يخلق لك مشهد عبثي، ها؟ كله متوجه ضد مين؟ ضد النادي الاهلي. وكثيرا ما نفكر طب ما نسيب الدنيا عشان تهدى، طب مش عارف ايه نعمل ايه، لكن لقينا ان في تصدير لكل الاكاذيب والمعاني السلبيه ولي الحقائق عبر حدود هذا الوطن. ما بقاش الموضوع بيننا وبين بعض، الناس عارفه الحقيقه فيه. تكسب ما تكسب هي يعني تلعب، هو دي بطوله بتاعت كاس العالم للانديه؟ تكسب الكره الطايره رجال بقت صاحبه الشعبيه الاولى، هتبقى عندك حاجه تقول اكتر من كده؟ لازم الزمالك طبعا يفرح بما يحققه من مكاسب وجمهوره يفرح، اما الحقيقه ما هو لازم نفرح كلنا، نفرح بما نحققه من مكاسب، بس بلاش التجرع على بعضينا. انا دعيت من هنا 100 مره وده لن يحدث، انا مستعد انساك، ما بصش ناحيتك بس انسى الاهلي وانا انساك. عارف لو نسيت الاهلي هتقول ايه؟ مش هتلاقي حاجه، هتتكلم على الفوليومين وبعدين عندكش احداث تتكلم فيها. الفوليومين والطايره يومين
وبعد كده يعني الكرة الطايرة على فكرة عايز أتكلم علي بنكشني فيها. عندي كلام أنا النهاردة، إذا كنت عايز تاخد كلام تقيل هي فرصتك، ربنا يستر عليك وعليا النهاردة. طيب دي حلقة ليلة السوبر، عشان كده اعتقد كان من المناسب جدا ان يكون لها عنوان واحد فقط، السوبر بين أزمة اللوائح ولوائح الأزمة. هي كده بالظبط، من اول ما المشكلة بدأت كل الناس بتتكلم هو احنا ليه ما عندناش لوائح، هو احنا ليه ما عندناش لوائح، ودايما بتتردد الكلمة دي، ومحدش عارف ان احنا عندنا لوائح، وعندنا لائحة نظام معتمدة من الفيفا، وعندنا محددات واضحة جدا من الاتحاد الدولي، بس للأسف مفيش من ينفذ اللوائح من الآخر. عشان كده أعتقد ده محتوى مهم جدا في حلقة النهاردة. بس خلينا في البداية نشاطر الكابتن الكبير الكابتن مختار مختار، نجم الأهلي والمدرب السابق للنادي الأهلي والعدد كبير من الأندية الأحزان، في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى السيدة زوجته، توفيت من 3 أيام. وللكابتن مختار ولأسرته خالص التعازي والدعاء بالصبر والسلوان، وللفقيد الرحمة إن شاء الله ويصبره يا رب. ما تيجي قبل ما نهنئ أهل جدة بالعودة إلى مكانه الطبيعي. صحيح، لأن نزوله الدرجة الأولى كان أمرا صادما ولم يكن طبيعيا بالمرة. عودة النادي الأهلي أهل جدة العريق إلى مكانه هو مكسب للكرة العربية، ليست الكرة السعودية فقط. والنادي عمل برقية تهنئة وليس النادي الأهلي. لا، ما النادي الأهلي ده شقيق شقيق. صحيح، شقيق بالمنشأ، شقيق بالفلسفة، شقيق بالفكرة، بالفاوندر، المنشئ، كل حاجة. المنشئ هو نادي نتمنى له كل التوفيق فيما هو قادم، يعني من نادي الموس. ما هو الموس، يعني الموس هو رجل التحديات. ايوه، خلي بالك أهلي جدة ده عمل حاجة غريبة جدا. الموسم قبل الماضي كان هو أبرز النتائج في الدوري السعودي. الموسم مش الماضي يهبط إلى درجة أولى، يعود الآن. وعودة تكون هي عودة دائمة بإذن الله، ونشوف الأهلي كما تعودناه. شعار الأهلي مع أهل جدة، بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله في الدوري الممتاز وفي المكان الطبيعي للأهلي السعودي، زي ما بيان النادي الأهلي وبرقية تهنئة الكابتن محمود الخطيب ليهم عبرت عن هذا المعنى. قبلنا على طول، قبل الملك وكتابه، كانت الزميلة مريم سميح بتحتفل مع نجوم كرة السلة بفوز الأهلي على سموحة 84-47، وتأهل بنات الأهلي إلى نهائي كأس مصر، عشان ينتظرنا الفائز من سبورتنج والجزيرة، المباراة اللي هتتلعب غدا نهائي دوري السوبر. في نهائي دوري السوبر المباراة النهائية لم تحدد بعد، لكن الأهلي بيصعد لنهائي دوري السوبر وينتظر الفائز من سبورتنج والجزيرة. فوز كبير بيعبر برضو عن جاهزية بنات كرة السلة في النادي الأهلي. بكرة إن شاء الله في كرة السلة الرجال الأهلي مع بترو أتلتيكو الأنجولي، ده ختام مجموعة النيل في دور السوبر الأفريقي، المجموعة اللي بتتلعب في القاهرة، واللي هيتأهل منها 4 أندية تنضم إلى الأندية الأربعة المتأهلة من مجموعة الصحراء اللي اتلعبت في السنغال، علشان 8 من النيل والصحراء يكونوا في دور السوبر الأفريقي اللي في كيجال إن شاء الله تعالى. الترتيب له ميزة؟ إن شاء الله تعالى. يعني الأول بياخد ميزة ولا كده احنا تأهلنا؟ لسه الاتحاد الأفريقي ما أعلنش، لكن الأهلي أعلن ضم نجم كرة اليد الدولي علي زين. علي زين بيعود للأهلي على سبيل الإعارة لكأس السوبر الأفريقي وكأس الكوس. هو جاي للمناسبة. أيوه. علي زين ابن النادي الأهلي. أيوه. هو ما تقدرش تقول يعني الاستعانة بخبير أجنبي أو بلاعب أجنبي. هو عودة أحد أبناء الأهلي لدعم. بدون شروط. هيراجع بدون شروط. هو علي زين ابن زين الهواري، يعني ده يعني تاريخ طويل في النادي الأهلي. صحيح. فإحنا ننتظر منه الكثير وعشمانين فيه الكثير، لكن هو إضافة قوية، مش عايزة كلام يعني. طيب. إلى كرة القدم والسوبر بقى. بكرة إن شاء الله تعالى الساعة 7:30 مساء الجمعة، 7:30 بتوقيت القاهرة الصيفي، في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبو ظبي، الأهلي وبيراميدز. الحكم الكابتن محمود البنا، وهيعاونه هاني عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، وغرفة الفار 2 من حكام الإمارات.
الحقيقه مجلس ابو ظبي الرياضي النهارده كان الاجتماع الفني للمباراه، كانت الامور كلها طيبه. كابتن سيد عبد الحفيظ حضر ومعاه المهندس سمير عدلي والكابتن ماهر عبد العزيز والعميد علاء صلاح المنسق الامني، وكانت الامور على ما يرام. في حاله تعادل هيبقى في وقت اضافي نص ساعه على شوطين، في حاله استمرار التعادل هيبقى في ركلات ترجيح. المجلس ابو ظبي الرياضي جهز احتفاليه غنائيه كبيره لهذه المباراه الكبيره، واكد مسؤوله مجلس ابو ظبي انه هيحيي الحفل الفنان المصري الكبير تامر حسني في فقره تسبق المباراه، وهتنطلق قبل المواجهه بحوالي 25 دقيقه بالظبط، وهتستمر لمده 20 دقيقه، بعدها هيبدا نزول الفرقتين لارض الملعب. التذاكر تم بيع 29,000 تذكره من اصل 32,000 تذكره ساعه الاستاد. كان في ازمه في التذاكر، في جماهير حجزت التذاكر لما كان اعلن ان الاهلي والزمالك، وبعد كده مجلس ابو ظبي لما اتغيرت الطرف الثاني للمباراه عمل بيان امبارح اعتذر فيه لكل الجماهير وقال انه ده تغيير حصل بدون ارادتنا، لكن الجماهير اللي عايزه ترجع تذاكر فتح لهم السيستم من امبارح بالليل عشان يديهم الحق في استرداد قيمه التذكره لمن يرغب منهم. وهيعيد طبعا طرحها تاني، ودي ربما تكون فرصه كويسه لجماهير الاهلي اللي كانت أو حتى خلصت كميه، انا قلت لك حاجه صدق، خلصت كميه تذاكرها وكانت بتنتظر الاضافي، فجاي الاضافي من خلال انسحاب الزمالك وبيراميدز ما عندوش جمهور. لا عنده للكميه الكبيره دي. عنده يا استاذ ابراهيم. الاونرز من الامارات هيستطيع انه اتوقع يعني ان التذاكر رجعت، اعتقد ان دي يعني هتبقى فرصه سانحه ان يقدروا ياخدوا جزء من. لكن النقطه مش هنا يا استاذ ابراهيم، مش اللي هيرجع، اللي هيرجع ما فيش مشكله خلاص هيعاد طرح. طب افرض جماهير ما رجعتش، اللجنه المنظمه طلعت على درجه كبيره من التنبه واستباق المشاكل، فقالت لك الدخول باعلام الاهلي وبيراميدز فقط. طيب بصوا بقى علشان تشوفوا الضوابط اللي حطها مجلس ابو ظبي في الدخول، ودي لجمهورنا، عشان جمهورنا احيانا لما الامن هنا في مصر بيعمل قائمه ممنوعات بنبقى شايفين ان في تشدد، ويبقى قائمه الممنوعات هدفها الاساسي حفظ النظام والامان داخل الملعب على كل العناصر اللي موجوده. ايه قائمه المحظورات اللي مكتوبه على تذكره المشجع اللي شاريها عشان يدخل بيها مباراه السوبر المصري؟ الالعاب الناريه وادوات الليزر، الاسلحه، الحيوانات، معرفش يعني ايه الحيوانات، يعني لو حد جايب القطه بتاعته مش هيدخل بيها. لا يخش ازاي، ممكن ناس يجيب كلاب تعمل، او مثلا ناس بتحط الابواق التي تسبب ضجيجا مرتفعا، يعني الزمارات العاليه، الفوفوزيلا بتاعتها، الفوفوزيلا، المواد اللي بتعرض السلامه للخطر، المظلات وعصا السيلفي، يعني حتى عصايه السيلفي في ناس بتتكلم يقول لك الباور بانك منعوه، عصايه السيلفي منعوها، هم هناك كده مانعين برضو. عربات الاطفال، يعني اسره ومعاها العربيه بتاعت طفل ممنوعه. شحن الهواتف، الباور بانك. العطور ومستحضرات التجميل مع البنات اللي بيخشوا ده ممنوع دخوله. احضار او ارتداء مواد ترويجيه او اعلانات لفرق غير مشتركه. يعني انت الزمالك مش موجود، واخد لي علم الزمالك وداخل مش هتدخل بيه. طرفي المباراه فقط. وحتى حددوا لهم الاعلام اللي يدخلوا بيها، يعني دول اكثر حرصا على نجاح المباراه وسلامه الجماهير من الكابتن مدحت اللي بيقول لهم خشوا وشجعوا ضد الاهلي. يعني ايه اكثر من كده تحريض يعني؟ يعني هي دي الحاجه الغريبه الحقيقه، يعني انت عندك سيف الوزير وطارق قنديل والمهندس سيف الوزيري والدكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره رئيس البعثه وكل اعضاء المجلس من المرافقين، الاستاذ طارق قنديل كمان مرافق من اليوم الاول سافر معاهم، المهندس خالد مرتجي امين الصندوق، الكابتن سمير عدلي، وده جانب من التمرين النهارده، اخر مران للاهلي النهارده استعدادا لهذه المباراه. الاهلي كان يمكن خد فرصه انه يتمرن ثلاث تمرينات في ابو ظبي، ومستر كولر جهز اللعيبه بشكل جيد، ويعني الروح كويسه في الملعب، واضح ان الناس انا عايز الروح كويسه في الماتش.
في الماتش. كل اللي بيتقال بقى ده والروح عاليه والتركيز، وانا عايز اشوفه ساعه الماتش بس. قول زي ما تقول قبليه. طيب مستر مارسيل كولر في المؤتمر الفني النهارده واخر كلامه عن هذه المواجهه نسمعه. طيب واضح ان في مشكله في الصوت في الفيديو لمارسيل كولر، بس الدقيقه واحده اللي غبنا عنكم فيها المهندس عادل قال رايه في كولر. لا انت بتقول عاقل قوي الراجل ده. ايوه عاجبك. لا عاقل طبعا، لانه انت بعت موسيماني ابو مو ما هو موسيماني كان عنده مشكله في المؤتمرات ابو بيتسو. وانا قلت له مش انا صارحته لما بيقول لي انت ماي فادر، قلت له تسمع قلت له سيبك من المؤتمرات وسيبك من انك انت تحاول ترد على كل الاسئله. التاني ابتدى كان مهتم قوي برضه هياخدوه بره المؤتمرات ويقول رايه في اللعيبه ويقول دلوقتي. لا خلاص خد الخبره. هو دلوقتي شوف طول ما انت مركز مع الفرقه ما حدش هيجرك لحاجه ثانيه. هو دلوقتي عمال كل شويه يتطبع مع النادي الاهلي، بيتطبعوا على بعض. اولا راجل هادي جدا، ما بيقعدش يتحجج بقى ويطلع يقول لك يعني انت كسبان في الرجاء وحققت اهدافك، طلع الاداء ما كانش احسن حاجه وما ابتداش قال لك المهم ان احنا نوصل. لا قال لك لا احنا هم كانوا احسن مننا للاسباب الاتيه، حاولنا نعمل كذا حاولنا نعمل كذا، وهي دي الواقعيه اللي الفكر هو ده الطبيعي. يعني انه ما يكذبش ده الطبيعي مش كذب. ما هو حتى ما يحاولش يناور قوي، اصل عصر المناورات ده كمان ادم قوي يعني. ايوه يعني انت احسن حاجه انك انت تبقى شايف مشاكلك عشان تحلها. ايوه فهذا النوع من الصدق مع انك تتسم بالهدوء والحسم. ايوه دي صفات مطلوبه جدا، ان تكون حاسم بس من غير انفعال. حاسم على نفسك. حاسم على نفسك. فطبعا مستر كولر انا اتمنى ان يستمر على هذا هذه الوتيره، وربنا يعني ما يحطناش في اختبارات نشوف حاجه تانية منه. الحقيقه على ما يجهز مؤتمر بيتسو مستر مارسيل كولر، باتشيكو جيمي باتشيكو البرتغالي المدير الفني لبيراميدز النهارده الحقيقه تصريحاته هو رخر تصريحات عاقله جدا وفيها قدر كبير قوي من احترام الاهلي. قال لك الاهلي افضل فريق في افريقيا وفي الشرق الاوسط، وقال لك انا يعني باد لك شويه او حظه سيء شويه انه واجه الاهلي مرتين في نهائيات، مره في نهائي دوري الابطال في 2020 لما كان بيدرب الزمالك، المباراه بتاعه القاضيه ممكن بتاعه قفشه، والمره الثانيه كان في نهائي كاس مصر وهو مع بيراميدز، دي المره الثالثه اللي بيواجه فيها الاهلي، وقال لك خضر كده ان انا بواجهه في النهائيات، لكن عنده احترام شديد جدا للاهلي، عنده تقدير قوي لقوه الاهلي ومكانته، وقال لك انا بالنسبه لي جاي من بعيد. كان ممكن اقول ان احنا مجهدين وان احنا رجعنا من افريقيا في نفس اليوم طلعنا على الامارات، لكنه دي فرصه كبيره جت لنا، عنده ثقه في لعيبته ده امر طبيعي جدا. طبعا متاثر لغياب لاعب مهم زي عبد الله السعيد للاصابه، لكن قال لك الاهلي مكتمل والاهلي عنده لعيبه كتيره جدا، واي غيابات بتحصل في الاهلي بيقدر يعوضها، بيحترم مارسيل كولر زي ما هو قال، وشايف ان المباراه هتكون صعبه لكن عنده ثقه في فرقته ده امر طبيعي. ده الطبيعي وده المطلوب في كره القدم. ايوه ان تصريحات المدراء الفنيين تتسم بهذا الاحترام وهذا هذه الرصانه. ايوه مش غرض التحفيل، واقعد يا جماعه التحفيل ده شيء سيء جدا، ده دليل عدم ثقه بالنفس والله. ايوه ليه الناس اللي بتحفل على بعضها ما هيش بتتفرج على كوره، دي مستنيه حاجه تغيظ بعضها وخلاص. فاتمنى ان احنا تعالوا ادي اللي انا اقدر اقول لجمهور الاهلي ابتدي بيها، حتى لو لم يلتزم بيها المنافس. ايوه هتديك قوه. اوعى تحفل، انت مش محتاج تحفل، فرقتك بتدي لك من اسباب الانتصار والقوه والزه، مش محتاج تحفل. سيب جمهوره يسعد بلحظات انتصاراته عندما تتوافر. يا جماعه لازم نعيش كلنا في يعني الارض تسعنا كلنا، بلاش طريقه ان احنا قاعدين بس نكايد في بعض، هذه صفه سيئه جدا.
وبتبدا من المدراء الفنيين لما يكون في عقل هنا وعقل هناك، هتجد اللعيبه برضو تبقاش مشدوده وتنزل وهي فاهمه ان احنا في منافسه. ايوه خلاص بقى موضوع رمضان صبحي وموضوع مش عارف مين وموضوع مين ينتهي بقى. خلينا واقعيين، رمضان خرج وما زال الاهلي مستمر ويحقق الانتصارات. رمضان راح لفريق تاني شاف مصلحته معاه، لا يمكن ان احنا الزمن يتوقف نفضل نحاسب واحد على اختياراته. هو دي اختياراته. خلاص خلينا بقى نلعب كوره بقى شويه. عايزين نلعب كوره ونستمتع بيها كلنا، عشان التوتر اللي في الملعب بيضيع المستوى الفني وبيخلي حتى الجماهير قلقانه وخايفه من ايه؟ النتائج السلبيه. طيب على ذكر الجماهير، احنا متفقين انه الجمهور ده العنصر المهم جدا في اللعبه، وشيء كويس قوي ان كل الاطراف والجهات المسؤوله عملت على عوده الجماهير للمدرجات، وشفنا ماتشات بساعه كامله في مباريات الاهلي، وان شاء الله حتى في ماتشات الدوري الساعه تزيد ما دمنا هنقدر نكون عندنا التزام. بس اخطر حاجه بالنسبه للجمهور وانت بتغذيهم دايما بالاشاعات وبالمشاعر السلبيه وبالاكاذيب وبالمشاعر المضاده للمنافس، وانت بتكون وعي المشاهد المشجع ده وهو رايح الملعب، وانت عمال تفهمه انه فرقته مظلومه وان الاهلي ده قد ايه ظالم وقد ايه الاهلي بياخد حاجه مش حقه وقد ايه الناس كلها بتساند الاهلي، وعمال تكون مشاعره عكس الحقيقه وعقيدته باكاذيب شديده جدا ملهاش علاقه بالحقيقه تحت مسمى ايه بقى؟ العدل. كل حاجه احنا عايزين العدل، الاهلي هو اللي بياخد كل حاجه استاذ ابراهيم، وبقت يافطه بعرض الريف كبيره. انت بتفتح لي مواضيع يا اخي. لا العدل، العدل ماشي، انا الشيء بشيء يذكر، لما نقول العدل يبقى لازم نشوف الدكتور مدحت العدل نفسه. الدكتور مدحت العدل مع الزميل سيد علي اول ما نتكلم في جزئيه عايزين العدل، هنشوف العدل في مفهوم الدكتور مدحت العدل ايه ونرجع لحضراتكم ببساطة من غير مش عايز اخش في جدل ولا اخش في حاجة. المساواة في الظلم عدل. واذا كانت اللائحة طبقت على لعيب قبل كده فورا تطبق على الجميع، زي امام عاشور وتوقف فورا، فكان يجب ان يتم ده مع كهرباء والاهلي. يعني لو كهرباء اللي هيخليه الاهلي ولا الزمالك من غير كهرباء مش هيعرف يلعب. بس في الاول وفي الاخر احساس الناس ان هناك مماطله في تطبيق العقوبه لغايه ماتش معين لا هيودي ولا هيجيب لا في تاريخ الاهلي ولا في تاريخ الزمالك. من الاخر فالاحساس الناس ان ما يطبق على سين لا يطبق على صاد هو ده اللي بيعمل المشكله، بغض النظر عن مين يلعب او مين ما يلعبش. بس العدل طالما ان في لوائح اتطبقت قبل كده على اللعيبه تطبق على الكل. طيب ده كلام عايز منك انت الحقيقه في موضوع العدل. طيب للدكتور مدحت العدل، واحنا لما بنتكلم حد مثقف وواعي، وانت بتتكلم على انه اللي اتطبق على لاعب يتطبق على اللاعب ده، اللي اتعامل مع امام عاشور يتعامل مع محمود عبد المنعم كهربا، انت ما رفعتش الاستئناف هنا رفعته هنا ليه؟ وده خرق العدل، وده شيء ان تم يبقى فعلا ده ظلم، يبقى فعلا ما فيش عدل. الجمهور البسيط ممكن ياخد عنوان عريض ويمشي بيه ويراضي نفسه ويقنع نفسه مع اصحابه مع زمايله احنا مظلومين ومفيش عدل والاهلي واخد كل حاجه والكلب ميكيلين والكلام من ده. طب هو امام عاشور انتوا كنتوا منتظرين اتحاد الكوره او لجنه الاستئناف توقف عقوبته وانت كنادي ما تظلمتش؟ دكتور مدحت العدل يقول لك اللي حصل هنا يحصل هنا. طب يا دكتور ايه رايك في التظلم ده اللي قدمه نادي الزمالك؟ انت هتشوفه دلوقتي على الشاشه، تظلم اللي قدمه نادي الزمالك في 16/24/21 السيد المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم تحيه طيبه بعد استئناف على عقوبه لاعبي فريق مواليد 99 احمد عيد محمد سيف فاروق عمر ياسر كمال يحيى مفتاح محمد سيف الدين سيد، يرجى من سيادتكم التكرم بالموافقة على قبول الاستئناف المقدم من نادي الزمالك شكلا وموضوعا على العقوبة الموقعة على اللاعبين المذكورين أعلاه، وتأكد وذلك بسبب ذكر الوقائع اللي هو من ناحية اللعيبة المذكورين أعلاه بقى؟ أدي اللعيبة ما هم اللي أنا قلتهم تاني، أحمد عيد محمد سيف فاروق جعفر عمر ياسر كمال
يحيى مفتاح محمد، سيف الدين سيد. فين امام عاشور؟ دول الخمس لعيبه اللي تم الاستئناف عليهم، ما فيهمش اسم امام عاشور. يعني نادي الزمالك عايز الاتحاد يحقق له ما لم يطالب به. وده هنا انا بسال الدكتور مدحت العهد، علشان ما تبقاش هي مجرد كلمه ويافطه سريعه. اصله الاهلي واللي اتطبق هنا يتطبق هنا، طب ما هو اتطبق اهو. ما هو لما الزمالك استأنف على لاعيبته، استأنف على الناشئين وما ذكرش اسم امام عاشور. الناشئين دول ما لعبوش لانه البطوله بتاعتهم اصلا اللي كانت مصدر المشكله اتوقفت وخلصت ومن غير ما يتحدد لها بطل، لكن كملوا مع الفريق الاول اللي كمل منهم. ففين عرفت ليه فين, فين الظلم وفين غياب العدل؟ عرفت ليه بقول يا بختوم؟ اه انه يستطيع انه يصدق انه وقع عليه ظلم في واقعه زي دي. ايوه انت ما لم تتظلم، وبعدين تيجي تقارن بين واقعتين. المقارنه مش وارده، لانك هنا في تظلم وهنا ما فيش تظلم، زائد ملابسات اخرى. زائد ملابسات اخرى مش محتاجين نتعرض لها، لان مجرد الواقعه دي عدم تقدمك بتظلم. خلاص الموضوع خلص، مش محتاجين نقول لك اصل وفصل واللجنه ومش اللجنه والكلام ده. اي تفصيله انت مش عايزها. اصل الموضوع من نصف من بدايته ان انت سيادتك عندك خطا اداري لسبب او لاخر ما تظلمتش. ويجوز مش خطا، يجوز اعتراف اي سبب بـ بـ باستحقاق مش الأخير. مش عايز امام عاشور يلعب في الفتره دي، عنده مشكله مع الجهاز الاداري زي ما اتقال، اي سبب موجود، لكن اصلا انت ما استأنفتش ما تظلمتش، لكن بتطالب الاتحاد او اللجنه تعمل لك اللي انت ما طالبتش بيه. وفي الاخر نقول العدل، عشان كده العدل للدكتور مدحت العدل كان واجب التوضيع. الفضل بقى الكابتن محمد فضل، لانه برضه في السياق بدا يعتد براي الكابتن محمد فضل. محمد فضل راجل قانوني خريج كليه الحقوق، ابن النادي الاهلي، فلما يدلي بدلو في الازمه زي ديت وكان عنده تجربه سابقه في اتحاد الكوره، فيتقال قال محمد فضل. كل ما حد يتكلم لا 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 شفت محمد فضل قال ايه. طب محمد فضل قال ايه؟ ومحمد فضل من الاخر فاهم في القانون وقاري اللائحه الدوليه ولا لا؟ اللي بيننا وبينه النص. نسمع كابتن محمد فضل الاول. هل الزمالك قراره غلط؟ صح. انا بقول لحضرتك انا لو صح ليه صح؟ ان برضو القرار اللي طلع هو قرار من لجنه الانضباط بوقف لاعب. فطبعا انا عاوز اتمسك بالقرار كنادي الزمالك، يعني هم عاوزين يتمسكوا بالقرار. فحصل بعد كده لجنه التظلمات، حصل تظلم. اول حاجه القرار ده ما بيتوقفش، مفيش حاجه اسمها وقف القرار لحين الفصل، مفيش كلام ده خالص. هو انا القرار بيستمر لحين الفصل بالحكم. وده حصل على فكره في ماتش السوبر لما احنا كنا موجودين، حصل مشاكل، كان امام عاشور تقريبا وكهربا ومش فاكر مين، كان في لعيبه كتير وشيكابالا، كان في لعيبه كتير اتوقفوا. وعلى فكره لما اتعمل لجنه التظلمات فضلوا موقوفين لغايه ما لجنه التظلمات قللت العقوبه وده حقها. فضلوا موقوفين لكن ما فيش حد لعب، فبالتالي لا، المفروض العقوبه كانت تستمر لغايه ما ممكن النهارده كان يطلع المستشار عادل او امبارح او ايا كان يلغي العقوبه، ما حدش يقدر يقول حاجه. طيب يا باشمهندس تاني ما كابتن فضل ما فيش مقارنه بين الموقفين. طيب خليني بس نمسك الكابتن فضل لانه راجل قانوني. ثلاث نقاط. النقطه الاولانيه، لا ما كانش ينفع ابدا العقوبه توقف من قبل لجنه الاستئناف. العقوبه تنفذ لحين النظر، لحين البت فيها. ده كلام الكابتن محمد فضل. طيب هو انا ليه بقول لكم مشكله حتى القانونيين منهم ما حدش فيهم بيقرا لوائح. لا ده هو لحظه بقى هنا لانه قال لك بيقول له في الاخر، انا اتفرجت على الكلام ده في الاخر قال له ايه الحل؟ قال له العلم. قال له يعني ايه العلم؟ قال له يعني كل واحد فينا يذاكر ويتعلم اللوائح عشان يقدر يحكم. قول بقى لان هنرجع للتعليق ده. طيب اظن قانون الاتحاد الدولي، الفصل التاديبي لقانون الاتحاد الدولي اصدار 2023، يعني ده احدث حاجه في تعديلات الفيفا ما يخص سلطات لجنة الاستئناف في الاتحادات الوطنية. تعمل ايه وامتى؟ هل من حقها توقف قرار للجنة الانضباط ولا لا؟ والعلاقة بينهم تمشي ازاي؟
هنا الاتحاد الدولي بيقول لك في الحالات التي تكون فيها العقوبة التي تفرضها اللجنة للانضباط التأديبية هي غرامة تصل إلى 500,000 فرنك سويسري أو الإيقاف عن اللعب أو القيام بوظيفة ما تصل إلى 5 مباريات أو فترة زمنية تصل إلى 12 شهر لأن أنت ممكن توقف إداري أو مدرب. فبيقول لك لو العقوبة التأديبية وصلت لأكثر من 5 مباريات من لجنة الانضباط أو 12 وقف عن العمل 12 شهر أو يستطيع أيضا تطبيقا للمادة كام؟ 63 الفقرة الثالثة من قانون الفيفا التأديبي إصدار 2023 قرار لجنة الاستئناف يؤيد أو يعدل أو ينقض القرار ويتم إيقاف العمل به لحين البت في القضية. يعني ويتم إيقاف العمل به لحين البت القاضي في رئيس لجنة حاجة؟ رئيس لجنة الاستئناف من حقه إيقاف العمل لو العقوبة وصل 5 ماتشات أو أكتر. هو أنا هنا كهربا واخد 12 مباراة. هو أنا هنا ممكن أحيل الكابتن فضل إلى نفسه؟ يعني أقول له كابتن فضل أنا مصدقك إن العلم وإنك تدرس اللوائح هو ده الحل. أيوه. ارجع بقى للائحة دي ولو ليك وجهة نظر فيها يا ريت نسمعها. طيب. ده الأمر الواضح. رقم 2. إحنا كنا بنبت في القضايا بسرعة. لكن إزاي عقوبة كهربا قعدت بعد 4 شهور؟ هو اللي بيقول مش إحنا. ما يعني فضل بيقول لك ليه العقوبة استنت 4 شهور؟ ما هو نادي الزمالك كده مظلوم. صح. لكن بيقول لك احنا كنا يقصد لجنة عمرو الجنايني احنا كنا اسبوع باسبوع على طول. طيب. ما هو انا بقولت لكم ما حدش عايز يقول الحقيقة والله. أو بيخافوا يصطدموا بمرتضى منصور. من الآخر. لأنه محمد فضل أدرى الناس انه اللجنه اللي فاتت لجنه المستشار محمد عبده صالح استدعت محمود عبد المنعم كهربا واستدعت مرتضى منصور يوم 25 يناير ماتش القمه كان كام 21 يناير يعني كده ما كانش فيه تقصير المباراه يوم 21 الاستدعاء راح يوم 25 يناير ايه رايكم 4 ايام فقط ده لجنه المسابقات ما بتلحقش تعملهم لكن لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد عبده صالح وقتها استدعتهم بعد 4 ايام. جه راح كهربا. رئيس نادي الزمالك مرضيش يروح. وطلع هاجمهم وهاجم اللجنة كتير. واضطرت وزارة العدل تقول للسادة المستشارين العاملين اللي هم لسه في الخدمة ما ينفعش تشتغلوا في اللجان ديت. قدموا استقالتهم وهتشوفوا على الشاشة استقالة لجنة الاستئناف لجنة الانضباط بسبب هذه الواقعة مسببة اللي المفترض بعد تصريحات مرتضى منصور استقالة لجنة الانضباط والمفروض الكابتن محمد فضل عارف ده المفروض لأنه متابع لكن يتقال إن اتسكت على كهربا 4 شهور ودي خدمة للأهلي وظلم للزمالك لا ده جهل من حضراتكم يا إما جهل يا إما تغافل عن إن أنت تواجه الحقيقة ايه اللي خلى قضيه كهربا مدت بلاش طب ما انا هفكرك يوم ما مرتضى منصور راح اتحاد الكوره في الواقعه بتاعه القيد محمد ابو الوفا قال له ايه وده كان قيد يناير قال له ما كهربا التزم وجهه وسمع اقواله وكنا خلاص هنديله عقوبه بس انت اللي ما جيتش اصل الناس بتخفي الكلام ده كان 30 يناير يا جماعه او 31 اخر يوم في القيد استاذ ابراهيم الناس عماله تتكلم كهربا وكان الكهربا هو فقط القضيه المطروحه على لجنه الانضباط. ده في اكتر من قضيه مطروحه. كهربا الاستاذ مرتضى قضيتين تانيين لم يبحثا من الاصل لم يبحثا كان في شكوتين اعتقد الكابتن عماد متعب كان مقدم شكوى اعتقد. لا ما هو النادي الاهلي والكابتن الخطيب مقدم 10 شكاوي لم تبحث ضد رئيس الزمالك لم تبحث طب هنخلينا في الاثنين اللي تم استدعائهم انت ليه عمال تكلمني على الكهرباء وكان الطرف الاخر حضر والتزم بالعقوبه هو انت ايقاف العقوبه ما كانش على الكهرباء بس
ده كان إيقاف العقوبة على الشخص الآخر الذي نال عنه عقوبة. أي في عقوبة أخرى على رئيس نادي الزمالك. أي نختلف ونتفق على فعاليتها أو حجمها، لأن مش معقولة أنا أجيب عنصر منفردا له من المكانة والحيثية والتأثير خطأ يبقى ده خطأ لعيب بيحتفل مع جمهور. مؤكد أن خطأ المسؤول أكبر بكثير. أي ورغم هذا شاهدنا أن العقوبة حتى المالية للاعب أكبر بكثير. مع أن ما ورد على لسان الأستاذ مرتضى لا يقل يعني تجاوزا عن اللي ورد على لسان ما هو منسوب إلى كهربا. أي اللي هو كلام ما فيه مواربة يعني على الأقل. أي أنا اللي عايز أقوله لك أستاذ إبراهيم، ما ننساش يا جماعة أن العقوبة ما كانتش على كهربا لوحده. أي ولم يستفد وحده من إيقاف التنفيذ. أي ولكن هنا بقول لك ليه، بقول يا بختهم أنك تقدر تداري على الموضوع وتاخدنا في سكة ما نشوفش إلا اللي أنت عايزه. بص العروسة ما تشوفش اللي أنت عايزه والجمهور يروح والإعلام معاه، إعلام معاه ده الإعلام الذي يقوده. أيوه النهارده لما تشوف واحد بحجم الكابتن فضل الذي هو اعلامي في هذه اللحظه، أي كل همه يتباهى بما قدمه مع لجنته. الا لو توقفنا لو حللناها نلاقي فيها مشاكل كتير. انا مش متذكر هو 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 القيد بتاع كهربا او وقعه كهربا، ما وقعه كهربا في لحظه التتويج لا سيب قبل ما يجي النادي الاهلي كهربا قال كلام خطير محدش توقف قدامه لحد النهارده. اذا كان صح ولا غلط حد يطلع يقول. كهربا قال انا عقدي التكميلي، انا عقدي خلص. هم قدموا ما كانش محمد فضل، كان مين؟ كان مجدي عبد الغني. طيب عايزين بقى الكابتن فضل بما انه بيجي يبحث في كل حاجه صح، كان شايف الموضوع ده ازاي؟ هل ده صح؟ ما يجوز الكابتن كهربا بيقول اي كلام. طب ما تطلع تحسم الجدل ده، لان ده كان مربط الفرس في قضيه كهربا كلها. هو العقد التكميلي توسخ في ميعاده ولا لا؟ كهربا بيدعي انه ما توسخش في ميعاده، اطلع قول لا ده توسخ في ميعاده بدليل واحد او حقق. مع كله بيقفز على هذه النقطه، مع ان دي مربط الفرس في ما ذهبت اليه من محكمه الكاس من قرارات. يا استاذ فضل انا معاك انك انت شايف ان الاتحاد الكوره ما بيأديش اعلى حاجه، بس ده مش مرتبط بالفترة دي بس يا كابتن فضل. الحقيقة انت نفسك ازاي كنت تقبل انك تبقى عضو في لجنة وصاية على الاتحاد؟ انت كنت في لجنة وصاية، انت ما كنتش شرعي. انت كنت جاي لان مصر ما فيهاش كفاءات تدير ده، هكذا يرانا الاتحاد الدولي، هكذا يرانا. فانت جئت في هذه اللحظة محدش صعبت عليه مصر وقال لهم يا جماعة، يعني الوحيد اللي صعبت عليه مصر وقال لهم الكلام ده ما ينفعش الاستاذ ماجد نجاتي لما راحوا كان هيعين، واخد بالك؟ فراح عمل معاهم على طريقه التعيين. لا قال لهم انا مش جاي طالب عمل، قال لهم في ايه؟ له انترفيو. لما راح اكتشف ان لا اكتشف ان الليله كده وان احنا هنشوف انت كفء ولا مش كفء عشان تقدر تكون في لجنه وصايا على الكره المصريه. هو مش جاي معين في لحظة محددة المدة لإجراء انتخابات، هو لقى الموضوع مختلف خالص. يعني خلاصتها محمد فضل، أنت عندك اللائحة الدولية في قانون الفيفا، الأمر واضح وصريح في اختصاصات سلطة لجنة الاستئناف. أما وإنه سبب التطويل لكان مجاملة للأهلي ولا إكرام لكهرباء ولا ظلم للزمالك، كان بسبب رئيس نادي الزمالك، بس ما حدش فيكم عايز يقول كده. شوفوا ايه السبب استقاله اللجنه. انا مش قدامي دلوقتي الاستقاله الناريه اللي عملها المستشار محمد عبده صالح، هي مسببه وهو بيعلن ايه المناخ اللي انتوا فيه ده، وانه ده مناخ لا يليق بالساده القضاء العمل فيه، وانه بيعلن استقاله لجنته. ده كان نص صريح تقريبا بالمعاني دي، واستقال الراجل فضل ما توقفش عند هذا السبب، ولا قال انك اللجنه استدعت الطرفين بعد 4 أيام فقط من مباراه القمه، ولا قال ان عضو اتحاد الكره قال لك كهربا التزم وجه وسبب التطويل انه رئيس نادي الزمالك ما راحش.
زي بالظبط الدكتور مدحت العدل ما بيطالب مساواه امام عاشور بكهرباء وهو ما ظلمش وهو ما ظلمنوش اصلا. ابسط حاجه يعني مش هنخش في الاسباب الاخرى. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل تفاصيل اخرى في ليله السوبر. اهلا بحضراتكم من جديد. رابطه الانديه من خلال اداره المسابقات الان بتعلن تاجيل مباراه الاهلي وحرس الحدود الاهلي والمباراه اللي هتقام فاركو لا الاهلي وحرس الحدود الاهلي يوم ال 12 اظن كانت فاركو لا الاهلي هيرجع يا جماعه هيلعب يوم 5/5 وعنده مباراه حرس الحدود ولا ايه؟ عنده مباراه يوم ال يوم 9 يوم 9 ثم الترجي. حصل تعديل في مباراه الترجي. انت عندك مشكله في مباراه الترجي انه الاتحاد الافريقي بدل ما تونس كان بتلعب سبت يوم 13 قدموا مباراه الاهلي والترجي في تونس خلاها يوم 12. فهنا المده البينيه الاهلي يلعب مع حرس الحدود يوم 9 هنا اللائحه انك انت اربع ماتشات اربع ايام المده الفاصله قبل المباراه الخارجيه. فمباراه الاهلي وحرس الحدود المقرر ليها يوم 9 تم تاجيلها رسميا. الان اداره المسابقات في رابطه الانديه بتعلن تاجيل هذه المباراه لسببين. السبب الاولاني انه الاتحاد الافريقي خلى الترجي مع الاهلي يوم 12 بدل 13. السبب الثاني انه هذا التعديل اثر المده القانونيه قبل المباراه فمش الاهلي مش هينفع يلعب يوم 9 ويسافر 10 ويلعب 12. عشان كده تم تاجيل مباراه الاهلي والحرس يوم 9 قبل ما الناس تطلع تتكلم وتفتي واصله 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 واديكوا شايفين الوضع اللي عامل ماشي ازاي. كنت بتتكلم على الكابتن محمد فضل. محمد فضل الراجل اللي هو كان السبب المباشر في الازمه مع كهربا في لحظه التتويج لما كان مؤمن زكريا والازمه خدت ساعتها اكبر من حجمها. لكن على فكره التقول على نجوم الاهلي في بعض الصفحات حتى عكس الكلام اللي بيقولوه، وانا بقول ده بمناسبه الكابتن اكرامي. كابتن اكرامي حارس مرمى الاهلي الكبير واحد من الناس المحترمه كان ضيف على الزميل مهيب عبد الهادي فبيساله على الازمه. كابتن اكرامي اتكلم طلعت صفحات الزمالك تنسب للكابتن اكرامي ما لم يقله رغم ان الكلام على الهوا والكلام الناس سامعاه. ده مهيب ساله محددا ينفع الزمالك يروح له جواب يقول له رد عليا في خلال ساعه؟ قال له لا ما ينفعش. طيب كان بيتكلم على طريقه ان الاتحاد الكوره بيطلب مهله ساعه في تلقيحه ان مهيب عايز يقول له زي ما قاله رمضان. هذه الفكره كلها بالظبط. فقال له ما يصحش غلط. طيب تطلع بقى هتشوف الصوره لصفحات زملكاويه واخده على لسان الكابتن اكرامي انه تصريحات الكابتن اكرامي قال اتحاد الكره ظلم الزمالك بكل تاكيد وايده كانت بترتعش في اتخاذ القرار. هنشوف يا ريت الصوره بتاعت التصريح. وكان هناك انحياز واضح وانه قرار الزمالك بالانسحاب قرار سليم جدا. والكابتن اكرامي بيقول لك وانا معاهم. وبعدين بيقول لك وبعدين انت مين علشان تبعت لكيان بحجم الزمالك تقول له ساعه وترد عليا؟ الزمالك كيان كبير ما يصحش كده، دي اهانه ليه. انا سمعتها دي. طيب ما نشوف تصريحات الكابتن اكرامي نفسه. لانه لو كانت الصوره جاهزه بتاعت صفحات الزمالك كنتوا هتشوفوا حاجات غريبه جدا بتنسب للكابتن اكرامي. لكن لما يكون يتكلم بنفسه نسمعه هو بنفسه. اتمنى ان نادي الزمالك برضه يغلب المصلحه العامه على المصلحه الشخصيه في الجزئيه دي، وخصوصا ان ديت حاجه تسيء لسمعه الكره المصريه وسمعه مصر في بلد عربي شقيق. ايوه بيحتضن كاس السوبر ده اكتر من مره. فكنت اتمنى ان نادي الزمالك يعني يغلب المصلحه العامه على المصلحه الشخصيه. احنا بينا وبين بعض هنا نعمل اللي احنا عايزينه. يعني النهارده انت بعت لي جواب النهارده الثلاث والماتش يوم الجمعه وانا بعت لك خطاب عشان ترد عليا، انت ما ردتش عليا، طب منتظر ايه مني من الجواب اللي انت بعته لي؟ شوف ده اللي قاله الكابتن اكرامي. والكابتن اكرامي بيعلق على كلام قاله له الكابتن مهيب انه ينفع يقولوا له خلال ساعه ترد علينا.
انا هسالك سؤال. هو جواب اتحاد الكره فعلا في ان خلال ساعه ترد عليا ولا ايه الملابسات بتاعه الخطاب؟ طب ما تخليني اقول لك الجواب. هو ده يعني، لانه برضو مش حته ساعه وترد عليا، ومهيب عايز يسخن الكابتن الكرامي في سكه برضو رمضان صبحي، واصله قدامك ساعه، فبدت المشكله كلها في خلال ساعه. جواب اتحاد الكوره اللي وصف بانه خارج على الحدود اللياقه قال ايه؟ اولا هو مترخ 2/5/2023 في نفس اليوم اللي الزمالك طلع كان عنده طياره وما سافرش، فبعت الاتحاد المصري لكره القدم الى السيد الاستاذ ايهاب السيد خضر القائم باعمال المدير التنفيذي لنادي الزمالك تحيه طيبه، وبعد بمناسبة إقامة مباراة السوبر المصري يوم 5/5/2023 بدولة الإمارات المتحدة، وحيث أن مجلس أبو ظبي الرياضي قد قام بحجز، المنظم للمباراة قد قام بحجز تذاكر الطيران الخاصة ببعثة ناديكم على الرحلة رقم كذا بتاريخ، كان المفروض اليوم اللي قبلها على طول 1/5/2023، وجاب مبعوث تاني يوم، أنت امبارح ما سافرتش، وقد فوجئ الجميع بعدم استقلال بعثتكم الطائرة المذكورة، وبناء عليه فبرجاء الإفادة عن مشاركة ناديكم من عدمه قبل الساعة 3 مساء اليوم. ليه؟ حتى يتسنى لاتحاد الكرة اتخاذ اللازم، وفي حالة عدم ردكم في الموعد المحدد عن موقف نادي الزمالك في الاشتراك في هذه المباراة يعتبر ناديكم منسحبا وتطبق اللائحة، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير وليد العطار المدير التنفيذي. ده النص اللي راح. ليه؟ لانه برضو الكابتن علاء ميهوب سئل في نفس البرنامج نفس الحكايه، فقال انه ما يصحش لو في لغه تهديد و الناس كلها اتكلمت على انه اتحاد الكره بيقول للزمالك ساعه، وبعض الناس راحت قالت لا ده اتحاد الكره من مصلحته بيدفع الزمالك انه يعتذر عشان الاهلي يشارك ويسهل له المهمه. الجواب ده يا باشمهندس، اتحاد الكوره بعتوا لنادي الزمالك وبعتوا لبيراميدز وبعتوا لطلاع الجيش وبعتوا لفيوتشر للاطراف المحتمل انها تلعب علشان يلحق يرد على مجلس ابو ظبي الرياضي قبل الساعه 4، عشان كده حدد له الساعه 3، لان انت بتتكلم الامارات هنا 4 هناك 6، والطياره بتاعت امبارح طياره خاصه والبعثه ما سافرتش، فبالتالي هو ده كان السبب في ان انت حددت وقت معاك الساعه 3، لانه مش هيفضل الميعاد مفتوح. لكن لا كان فيها لغه اساءه، شفت كم اجتزاء ولا عدم لياقه، شفت كم اجتزاء يا استاذ ابراهيم في 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 موقف اجتزاء اجتزاء موقف اتحاد الكوره. انت يعني نبهت انه بعتوا كل الانديه المحتمل انها تسافر، قالوا لنا قبل الساعه 3 عشان الساعه 4 الناس مستنيه رد. ايوه دي حاجه. الحاجه الثانيه اجتزاء في تصريحات الكابتن اكرامي على حاجه اذا كانوا قالوا لهم ساعه وترد عليه يبقى ما يصحش، يبقى الزمالك عنده حق انه يغضب ويتضايق من صيغه الجواب. كل الاجتزاءات دي معناها ايه؟ انك بتبقى عارف الحقيقه. اهو دي صفحات الزمالك اللي نسبت كلام الكابتن اكرامي، برغم ان الناس سمعت. شوف كابتن اكرامي ما قالش كده. ها يجوز قال في موقف تاني في نفس البرنامج في نفس الحلقه ما قالش الكلام ده. انت هو بس كل التركيز كان على هيو صح اتحاد الكره يقول لهم ساعه وتردوا عليا؟ فقال لهم طبعا ده مش لغه تخاطب معنا دي كبير، واذا كانوا استاءوا وقالوا مش لاعبين يبقى عندهم حق. لكن ده ما حصلش، ادي الجواب انت قريته اهو وفسرته، وانت ما رحتش سافرت في ميعادك، فبعتوا لك وبعتوا كل الانديه المحتمله عشان يشوفوا هم هيعملوا ايه، واللجنه المنظمه بالرعاه بتاع الموضوع مش هزار، ده غرامات ورعاه وليله كبيره، فكان لازم يتحسم امر البديل. هو بس الرهان كان غلط، المشهد كان المفروض يصدر ازمه كبيره. ازاي؟ الزمالك يعتذر وبيراميد يعتذر والماتش يبوظ، والماتش يبوظ لان ما مش معمول حساب فيوتشر، فبيراميد اولا لا فيوتشر هيسافر ولقى نفسه مصلحته طب ما اسافر والعب، وانا دي بطوله جات لي من الهوا هلعب على تايتل، هبقى تاني اضعف الايمان، هبقى تاني سوبر وهاخد لي مبلغ
انا مش عارف بس هو بالدرهم ولا بالدولار ولا بالجنيه ولا بايه البطل. البطل 500 الف درهم درهم مش دولار، والتاني 250 الف درهم. جابوا بقى المليون دولار وال200 يا اخي احنا برضو لا حول الله يا رب لا حول الله يا رب. بصوا كل حاجه بتتددل، وانا زي ما قلت لكم في الاول مضمون الحلقه هي ازمه لوائح ولا لوائح الازمه. اللوائح موجوده ولا ازمه تفكير، هي ازاي ان انت بتفصل موقف بناء على مصلحتك ايه. لانه البطل في الموضوع كله هي ليه المستشار عادل الشرباجي اوقف التنفيذ، ليه المستشار عادل الشرباجي رئيس لجنه الاستئناف اوقف تنفيذ عقوبه كهرباء او عقوبه رئيس نادي الزمالك، لان هي كل العقوبات اللي كان مستأنف عليها. انا هفكركم انه خالد الغندور نفسه اثناء ازمه امام عاشور، وكان تفكيرهم او اعتقادهم ان هم اتظلموا لامام عاشور، ما كانوش عارفين ان الاداري اللي راح قدم الجواب اللي انا عرضته لكم اللي ما فيهوش اسم امام عاشور. لكن وقتها كان خالد متبني فكره الاستئناف لازم يوقف التنفيذ، هو اللي قال بيطالب بيه دلوقتي. عندك التسجيل ده؟ هنشوفه، عايزين نشوفه. ان انا لما تقدم للجنه الاستئناف بتظلم لابد من ايقاف العقوبه او ايقاف التنفيذ لحين البت النهائي في هذا الموضوع. افرض انا مثلا عداني ماتش الاهلي وعداني ماتشين ثلاثه وعداني مثلا ماتش في الكاس وبعد كده في الاخر طلع غير قانوني او اللاعب مظلوم او الفيديو مسرب، الطبيعي والمنطق انت هتعوضني اللاعب، يبقى كده اللاعب اتوقف اربع خمس ماتشات وهو مظلوم او هو غير قانوني، يبقى انت كده وقعت عليا عقوبه وهي مش موجوده، فبالطبيعي ومنطقي ان يتم اقامه التنفيذ. سبحان الله، المنطق ها في جيب الساعه، يطلع وقت ما نحب ويستخبى وقت ما يحب. ولو اني انا موافق تماما على اللي بيقوله. ايوه، لان صحيح انت ممكن جدا على ما تبت اكون انا تعاقبت اوريدي او النادي بتاعي تعاقب وبعدين تطلعني براءة يا فرحتي. هو ده على فكرة خالد الغندور وقتها كان بيتكلم في منطق سليم 100%. هو انت يعني اللاعب اللي واخد له 12 مباراة لما تيجي توقفه خمس ست ماتشات على ما اللجنة تبت، طب انت حجرت على قاضي الاستئناف، لانه قاضي الاستئناف كده العقوبة اتنفذت، امال ايه لازمة ان هو يناقشها؟ لكن حتى في جزئية، لانه الحقيقة قبل ما المستشار عادل الشرباجي يعلن يحدد تاني يوم لانعقاد لجنة الاستئناف او التظلمات، طلع رئيس نادي الزمالك يقول المهم يا سيادة المستشار تجتمع، لو انت اجتمعت، والكلام ده موجود على فكرة الفيديو موجود، لو انت اجتمعت وقلت كهربا براءة خلاص براءة موافقين، لو قلت براءة يتوقف كهربا يتوقف، اللي انت هتقوله احنا موافقين عليه بس اللجنة تجتمع. طب اللجنة اجتمعت استندت إلى إيه؟ استندت إلى مبدأ قضائي ثابت وراسخ، إنه لا تداول لأمر معروض على القضاء. قبل اللجنة بيوم كان النادي الأهلي قدم طعن أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الشباب والرياضة بالامتناع السلبي عن القرار اللي الأهلي طلبه، وضد رئيس اللجنة الأولمبية وضد رئيس اتحاد الكورة. إذن أصبحت القضية منظورة قدام القضاء. المستشار مرتضى منصور وهو بيقول لوزير الشباب والرياضة عشان ينفذ قرار عزله، يقول له لا أنا طاعن أمام القضاء، مش من حقك تاخد حاجة إلا لما القضاء يحكم فيها. طب ما هو نفس المبدأ بنفس الكيس بنفس الحالة، لكن هي الأمور بتتغير. اللي حصل ابراهيم، انا بس عايز اكون المحامي بتاع الطرف الغائب. استاذ ابراهيم، مش من حقك انك تروح للمحاكم الطبيعيه ولازم تلجا للمحاكم الرياضيه. ازاي تعمل المخالفه دي اللي هتوقف نشاط الكره وفي النادي في مصر؟ لو اشتكى نادي الزمالك هيوقف النشاط الكروي. رد لي بقى على دي. طيب، هو الزمالك يشتكي او ما يشتكيش، بس انا هقول لكم في حته الشكوى، خليني اقول لكم على القصه بتاعه المستشار عادل الشرباجي. فالراجل استخدم صحيح القانون في انه علق العقوبه،
لحين البت فيها. فلا، اصل الاهلي هو اللي راح للمحكمه وكده، الاهلي هتتألم ضوافره من الفيفا وهيحطوه في النوتي كورنر، وتبنى ميدو التهديد والتهويش، وانه الزمالك لو راح للفيفا وقال الحق ده الاهلي النادي المنافس ليا راح للمحكمه بخرق للقانون، الاهلي هتتوقع عليه عقوبه، وزي ما المهندس عادل بيقول هيبقى في مشكله للكره في مصر. هو دي النقطه. طيب حقيقه الامر، نادي الزمالك ورئيسه ما زال لسه القضيه اللي هو مستشكل فيها في القضاء الاداري ما اتحكمش فيها، ايه رايكم؟ هو نفسه ناهيكم على انه نادي الزمالك عنده ترسانه من او غابه من القضايا اللي لجأ فيها للقضاء الاداري. نادي الزمالك في عدم قيد اتحاد الكره للاعبته في ازمه يناير اللي فات لجأ للقضاء الاداري، نفس المحكمه اللي الاهلي راح لها. ومعرفش الفيفا هيعاقب الاهلي بس اليوم، مش هيعاقب الزمالك اللي راح لنفس المحكمه، مع انه الاهلي يروح للمحكمه امر طبيعي والزمالك يروح للمحكمه امر طبيعي. ما يدمهمش حل تاني. ليه؟ البديل اي اتحاد ليك وفقا للوائح وقانون الرياضه، انت بتلجا مباشره في التظلم لمركز التسويه والتحكيم الرياضي. ده اول جهه انت بتلجا لها ضد اي اتحاد او اي نزاع رياضي. طيب ما هو مركز التسويه والتحكيم الرياضي تم ايقاف العمل بيه بقرار او بحكم من المحكمه الدستوريه العليا. ليه؟ لانه كان اللائحه المنظمه للمركز اللي مطلعاها اللجنه الاولمبيه فالطعن في دستوريتها، والمحكمه الدستوريه العليا برئاسه المستشار فهمي بولس قالت لك ده ما يصحش، مش من جهه او لم يخول القانون اللجنه الاولمبيه باصدار قانون مركز التسويه والتحكيم الرياضي. دي مش من سلطه اللجنه الاولمبيه، امال من سلطه مين؟ من سلطه جهه التشريع. جهه التشريع مين؟ مجلس النواب. يبقى على وزاره الشباب والرياضه ممثله الحكومه تعد مشروع قانون لمركز التسويه وتاخد عليه موافقه مجلس النواب، ويتم احياء مركز التسويه كمحكمة مختصة زي محكمة الأسرة بقى. لكن فكرة إن أنت النهاردة معطل المركز وبتقول لي ما تروحش للقاضي الطبيعي بتاعك، القاضي الطبيعي بتاعي ده منطقي جدا، ده حق دستوري. لا ميدو ولا غير ميدو ينفع يجادل في جزئية زي كده، حق التقاضي ده مكفول. أنت عارف إن في مرحلة، لكن رياضيا كنت أروح مركز التسوية لو كان قائم. أستاذ إبراهيم، أنت عارف إن في مرحلة بعد الحكم النهائي في الكاس تستطيع أن تطعن في دستورية؟ قدام الفيدرالية. تروح قدام الفيدرالية السويسرية، يعني اللي هي الأرض. الأرض بقى، المحكمة الأرض. هو الحكم ده اتسق ودستور وصحيح، يعني ما فيش حاجة اسمها ما تروحش. تقدر طبعا تروح طبعا، بس بعد اتخاذ إجراءات معينة. بالظبط. فأنت الإجراء هنا معطل. الأمر ده يا جماعة في قضية المفروض تكون واضحة تماما. اتحاد الكورة، اتحاد الكورة ما هواش اللي جاب لجنة الانضباط، عشان نبقى صراحة، والأستاذ جمال علام ومجلس إدارته فوجئوا بتشكيل السيد وزير الشباب والرياضة للجنة الانضباط. جابوله أو جابوهم له. بالظبط، جابهم له. وأعلن السيد الوزير تشكيل اللجنة، ونشر تشكيل اللجنة في الموقع الرسمي للوزارة، وتصور معاهم ومقرهم في احد مقرات التعليم المدني التابعه لوزاره الشباب والرياضه. فهنا الاتصال الحكومي والعلاقه المباشره صريحه وواضحه جدا، ودي اللي تعمل ام المشاكل لو طرف اشتكى في الفيفا بقى. لو انتوا عايزين تروح الفيفا، روحوا الفيفا بالقضيه اللي بجد بقى. لكن انت النهارده لمجرد ان النادي الاهلي طرف، فيطلع امبارح بيان من وزاره الشباب والرياضه، وكان المفروض يطلع البيان من اتحاد الكوره الجهه المعنيه، بس انا زي ما قلت لكم فيما يخص اللجان القانونيه اتحاد الكوره زي الزوج اخر من يعلم، ملوش علاقه بيهم، ملوش وصايه عليهم، وده امر طبيعي لان اللجان مستقله. ده بينفض ايده من اي قرارات يا استاذ ابراهيم. لا، هم مستقلين لانه في الاصل مستقلين، ملوش علاقه بيهم والمفروض ما يكونش علاقه بيهم. بس المصيبه والكارثه ان انت تنتقدهم وتهاجمهم وترفض قراراتهم.
دي الكارثه اللي عملها الكابتن حازم امام. كابتن حازم عضو مجلس اداره. اما تطلع توصم قرارات طالعه عن لجنه الاستئناف ان قرار ظالم وان انت بترفضه وان الزمالك مظلوم، لا احنا كده بصدد خرق طبيعي عالي جدا لطبيعه العلاقه بين مجلس الاداره وادي واحد من اعضائه وبين لجنه موجوده المفروض ان هي تحت المظله بتاعت لائحه النظام الاساسي لاتحاد الكوره. كانت المساله غريبه جدا، كون انك كابتن حازم امام عايز يغازل جمهور الزمالك، عايز يرضي المسؤولين في نادي الزمالك، عايز يرد على الناس اللي عمال تضغط عليه وتقول له انت مش واقف مع الزمالك. وعلى فكره دي قضيه كبيره، قضيه ان كل واحد لاعب سابق في نادي يدخل الاتحاد يبقى مطالب انه يجاهر بمساندة الاتحاد مع الصح. دي مشكله. انت كنت في الاتحاد. طب انا كنت في الاتحاد كان فيه سبعه زملكاويه واثنين اهلاويه، انا وكابتن عصام وبعدين استاذ ممدوح عباس، كابتن ايمن يونس، دكتور اشرف صبحي، دكتور اشرف صبحي فيكنج زمجان الله يرحمه، طارق غنيم، طارق غنيم، فيكنج زمجانيا، وكلهم مسكوا لجان. انا ما رضيتش امسك لجان. انا ما رضيتش امسك لجان. حتى اللي يقول لك لجنه شؤون اللاعبين والله اللي كان ماسكها طارق غنيم قال لك انت سربت العقود. لا ده بقول لك ان انا بشمر واروح ادرس عقود اشوف الثغرات. بتضحك بتدخل بالكشاف كده تنور عادي نموذجي وهو اللعيب. استنى انا محتاج اروح الاتحاد، هو اللعيب اللي عايز يجي لي ده مش معاه نسخه من عقده، مش عنده نسخه، انما كلام يضحك. يعني وبعدين الحقيقه وبما يرضي الله محدش من التسعه كان بيفكر في انتمائه واحنا شغالين جوه اللجان. وعشان كده ده انجح مجلس عمل ماتشنج او تطبيع مع القوانين الدوليه. يعني لجنه التظلمات، توفيق النظام الاساسي مع اللائحه الدوليه، لجنه الانضباط، المحكمه اللي هي درجات التقاضي دي، كل ده انشئ في هذا المجلس اللي كان بيشتغل كله عشان يسابق الزمن في فتره وجيزه. احنا قعدنا ايه سنه؟ اقل من سنه. ده احنا ربنا يعني ورب العرش نجاني. احنا لما جه تنظيم كاس العالم جه واحنا موجودين، صدر قرار من الدكتور علي الدين هلال اتحاد الكوره ملوش دعوه بتنظيم كاس العالم. خد بس ايه الرئيس، واخترت فيه في اول اجتماع اتكلم في جدوى تسويق هذه البطوله وقلت رايي ما عندناش ادنى فرصه، لدرجة ان انا قلت الدكتور علي الدين هلال المغرب هياخد سبعة ومش عارف مين هياخد كذا، واحنا لو خدنا صوتين يبقى عملنا انجاز. ما تسمعش يا دكتور ان احنا هنقدر ناخد اكتر من كده، احنا خدنا صفر. فمحدش دعاني بعد كده. واخد بالك؟ انما اللي حصل ان المجلس ملوش دعوة بالموضوع، احنا ما عدناش بس نظمنا، حطينا لدرجة ان كان الاستاذ جلال محمود كان هو اول واحد عنده اللايسنس بتاعت وكيل لعيبه واول رئيس للجنه لجمعيه اللاعبين المحترفين، راح عمل حديث مع الاستاذ نجيب موسكاوي هاجم اتحاد الكوره واقنعه ان الاتحاد الكوره دي يعني ما معناه بيهجص وبيقول لك اللجان دي والاتحاد الدولي، ويمكن وقتها صدقه الاستاذ نجيب الموسكاوي استاذ حسن الموسكاوي. وتمضي الايام ان كل اللجان اللي اتحطت دي هي اللجان اللي موجوده في الاتحاد الدولي وبيطالبك بيها الاتحاد الدولي. يجي الاستاذ احمد مجاهد في وان مان شو يلغي كل اللجان دي. لغاها. احنا ما تجيش تقول لي في لجنه ليها شرعيه بقى بعد كده. اللي يقدر واحد يلغي والتاني يعين والجمعيه العموميه مش موجوده وليله. حد يقول لي انهي شرعيه دي؟ انهي شرعيه؟ احنا والله العظيم بنحرج القضاة الاجلاء معانا. صحيح. ولذلك مجلس القضاء الاعلى قال لهم يا جماعه ما ينفعش الكلام ده. القضاة العاملين ابعدوا عن الليله دي. طيب موقف حازم امام وهجومه على اللجنه وده غير طبيعي، غير منطقي بالمره وغير مقبول. وانا مش عارف مجلس اداره الاتحاد ازاي يقبل بحاجه زي كده مع موجه الراي العام. لأنه طب نشوف الزميل محمد شبانه رأيه في ايه في موقف حازم امام.
الكابتن حازم امام نزل على صفحته كلام في ما يوحي ويظهر انك هجوما على لجنه الانضباط. خليني اقول لكم حازم امام لما يتكلم، هو في الاخر عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم والمشرف على المنتخب الاول. خليني اقول لكم كابتن حازم قال ايه. ارفض قرار لجنه الاستئناف والزمالك مظلوم. قرار الزمالك بالاعتذار عن السوبر صحيح لشعوره بالظلم ولن يشعر بها الا من كان زملكاوي. انا هنا مش بعاتب على شعور الكابتن حازم امام كزملكاوي، بس هو كمسؤول ما كان يجب ان يتحدث، لان هذا الحديث يقلل من شأن لجنة الاستئناف والتظلمات اللي فيها سادة مستشارين اجلاء محترمين اخذوا القرار، وهذه اللجنة تتبع اتحاد الكورة اللي احد اعضاء مجلس ادارته الكابتن حازم امام. أستاذ إبراهيم، أنا طبعا نويت الكلام ده في بداية الحلقة، لكن لو ترجع في بداية تشكيل المجلس أنا قلت لك تخوفي من أعضاء المجلس اللي بيعملوا بالإعلام. قلت لك هيعملوا إيه في القضايا الرياضية التي تمس انتماءاتهم، مش هيبقوا محايدين، مش هيقدر يكون محايد. طب هو لما يغلط مين هيحاسبه؟ كل زمايله هتدافعوا عنه. وقتها برضو طلع كابتن ميدو مش عارف مين، ويعني هجموني هجوم خفيف كده يعني. النهاردة الأيام بتلف وبيثبت هذا الكلام، إنك أنت تطلع في وسيلة إعلامية معمولة لك كإعلامي إنك تقول هذا الكلام، أعتقد سقطة. وبتدل بقى إنك أنت إزاي هتكون محايد على الترابيزة؟ مستحيل. دي قضية مهمة جدا هنرجع لها، لكن هنروح مع بعض لأبو ظبي، ومعنا على الهاتف من هناك الكابتن بدر رجب. مساء الخير يا كابتن بدر. مساء الخير يا كابتن إبراهيم، يا بنال يا جميل. تحياتي وتحياتي المهندس عدلي، وحشنا. الله يخليك يا حبيبي، تحياتي ليك وتحياتي للكابتن عدلي. كابتن بدر أنت مزودها شوية. ليه؟ مزودها شوية يعني، عمال تدلع والناس يقول لك ما ترجع بقى للأهلي وتعمل مش عارف ايه. ده يمضيك على الهوا. ما ترجع مصر وانت متدلع لي قوي وطالع لي. ماشي يا عم بدر، ماشي يا كابتن. يا كابتن احنا فرحانين بنجاحك عموما يعني. اجيله ماشي على رجلي من الامارات. فرحانين بنجاحك. عارفين كده والله. ده انت بتكلمني في 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 العشق والعمل، تاريخ بدر رجب وعمل تاريخ كل لعيبه مصر النادي الاهلي. طيب عارفين كده يا كابتن ومنتظرينك ان شاء الله. قول لي الاخبار، اجواء المباراه عندك ايه ورؤيتك ليها ازاي؟ بالنسبه للاجواء، اجواء جميله جدا في دوله الامارات الشقيقه، هنا في دوله الامارات المحبه للمصريين والعاشقه الكره المصريه، بدليل انها بتستضيف السوبر 6 مرات، وده حدث تاريخي ان يستضيفوا الفرق المصريه تلعب السوبر في دوله الامارات الشقيقه، كانك بتلعب في بلدك بالظبط. هنا الاجواء جميله جدا يا كابتن، وجماهير النادي الاهلي متحمسه جدا 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 جدا، وان شاء الله يرجع النادي الاهلي بالسوبر كالعاده يعني. لكن رؤيتي للمباراه يا كابتن ابراهيم، المباراة هتبقى شرسة جدا بين الفرقتين، لأن البيراميدز جاي من بعيد، والحافز عنده إن هو بيلعب بطولة ما كانش موجود فيها، فبالتالي هيبقى خصم عنيد للنادي الأهلي. ولكن إحنا آمنا في ربنا ثم في لعيبة النادي الأهلي اللي عودونا إن هم يبقوا أبطال، ودي الضريبة بيدفعها البطل إن هو من بطولة لبطولة بعيد عن كل الأحداث اللي حصلت قبل كده، وبعيد عن كل الهجوم اللي كان على النادي الأهلي. لكن ان شاء الله بكره هيشرفونا، لان احنا عندنا مدرب كويس، عندنا اداره واعيه بتعرف تتعامل مع الازمات، عندنا لعيبه تعي وتدرك قيمه النادي الاهلي بالذات في البطولات اللي هي بتبقى من دور واحد بس. تغيير الفريق المنافس فجاه في وقت قصير، شايف ان ده ياثر على تركيز اللعيبه واستعداد المدرب؟ لا، هو ما ياثرش على اللعيبه، لكن ياثر على فكر المدرب يا كابتن ابراهيم، لانك انت اما تكون بتعمل تكتيك تلاعب فرقه ليها لعبتها وليها الاختيارات بتاعتك واسلوب اللعب وطريقه اللعب والنظام اللي هتلعب بيه، بعكس ما تلعب فرقه ثانيه
جات لك مفاجاه كده، فبالتالي بتغير السيستم وطريقه اللعب حتى باختياراتك للعيبه. كل ماتش ليه رجالته، كل ماتش ليه اللعيبه اللي تقدر تكسب بيها. بالتالي كولر عنده خبرات كبيره في التعامل مع المباريات الكبيره دي، وهو سبب قبل كده ان هو يقدر يتعامل مع فرقه كبيره زي ما كان ماتش الوداد المغربي. الناس كلها كانت قلقانه، ولكن فاجئنا بتشكيله كويسه واسلوب لعب عالمي، خرج من المباراه لبر الامان. بالتالي بكره ان شاء الله هو عنده سيناريو كبير جدا لمباراه الزد، وان شاء الله يكلل مجهوده بالنجاح ويجيب بطوله بايده النادي الاهلي. تتوقع مين من الاهلي يكون نجم المباراه بكره؟ خلينا نتكلم في كهربا، وخلينا نتكلم في حسين الشحات في الجزء الامامي. وفي الجزء الخلفي خلينا في محمود، في محمد عبد المنعم، وخلينا في نص الملعب املنا في ربنا ثم في حمدي فتحي. ما شاء الله كل دول ولادك، لكن هقف معاك شويه عند كهربا، لانه انا اعتقد انت صاحب التسميه دي مش كده؟ انا صاحب تسميه اللعيبه دي كلها، بس كهربا اتخذت له اسم كده نابع من شخصيته الجميله الطيبه اللي فيها حركيه زياده، وفيها معامله بالسجيه. معامله بالسجيه بتربيته وقيمته وقيمته في الملعب دلوقتي بتبان من موسم لاخر ومن ماتش لاخر. كهربا لعيب موهوب يا كابتن ابراهيم، وكهربا اضافه للكره المصريه. انت اول حد استقبل كهربا في مدرسه الكره في الاهلي، انت شايف ان هو يعني شخصيته قادره تستحمل كل الضغوط والمشاكل دي؟ ما هو ده يدل على شيء يا كابتن، يدل على ان الولد ده ولد طيب. وربنا بيديله ان هو رغم كل الظروف دي والضغوط دي، اي لعيب في العالم يتعرض للضغوط اللي اتعرض لها كهربا ما افتكرش ان ممكن يتمرن، مش ممكن يلعب. لكن كونك ان انت يبقى عليك الضغوط دي كلها والمشاكل دي كلها والمهاترات اللي حواليك، وكل ماتش بتثبت ان انت ولا رابحه للنادي الاهلي والمنتخب المصري، فده لازم نرفع له القبعه، ولازم نقف جنبه، ولازم نشجعه، لان ما يبقاش لوحده وسط المهاترات والضغوط النفسيه اللي على كهربا. لازم كل مصر تقف جنب لعيب هيفيد المنتخب المصري، مش لعيب في النادي الاهلي. كهربا يفيد المنتخب المصري، انا بعني ما اقول، لان كهربا لعيب موهوب ومكانه محجوز في المنتخب المصري. بالتالي مش عايزين نخسر لعيب موهوب. قبل كده خسرنا لعيبه كتير وما بقاش عندنا لعيبه، دلوقتي احنا عندنا لعيبه بتلعب تحت الضغوط. ودي انا من هنا من الامارات بحيي كهربا، بقول له انت شرفتني وشرفت الكره المصريه. كهربا يعني بدايته جناح، لكن في الفترة الأخيرة الحقيقة كراس حربة هداف ومؤثر، أنهي مكان أنسب له؟ والله هو في الاثنين بيجيب، لكن هو لما لعب راس حربة بقى عنده الحاسة التهديفية أعلى شوية. لأن في الجناح ممكن تبقى هداف، ممكن تبقى صانع ألعاب للفرود الثاني اللي بيلعب جنبك، لكن لما لعب كهربا بما يمتلكه من موهبة وفكر وتالنت عالي وسرعات ويجيد الواحد ضد واحد والتحرك جوه ال 18، اثبت ان هو عمله نادره بالنسبه للمهاجمين اللي موجودين في مصر. ناس كتيره بتقول لك الاهلي كان افضل يلعب مع الزمالك عن بيراميدز فنيا، انت مع الراي ده؟ والله النادي الاهلي هو ده بقى دي ضريبه الابطال، زي ما بقول لك ان هو يلعب قدام اي حد، احنا نلعب قدام اي حد لان انت بطل. والبطل ما بيخافش من حد، وبالتالي لاعب اي فريق في الدنيا. يعني لعبنا ضد ريال مدريد، ولعبنا ضد برشلونه، فبالتالي مش هيفرق هنلعب مع مين، لكن اللي هيفرق اداء لعيبه النادي الاهلي اثناء المباراه والتركيز والانتباه طول المباراه، لان دي مباراه من دور واحد مش دوري تقدر تعوض في الدور الثاني او في الماتش الثاني، لكن دي مباراه من شوط واحد. الكاس ده يسمى الكاس بالقضيه زي ما بيقولوا. الكاس بالقضيه. بمناسبه صاحب القضيه قفشة، رأيك ايه؟ اكيد بمناسبة قفشة. رأيك ايه؟ والله قفشة يعني من اللعيبة اللي لازم نصبر عليها كتير، لان قفشة ده برضو لعيب موهوب وبيمر بظروف خاصة بيه، هو عدم اللعب وكده، فممكن يبقى عنده فقدان ثقة شوية، لكن قفشة من اللعيبة المميزين في النادي الاهلي، واثبت قبل كده وهيثبت ان شاء الله الفترة الجاية ان هو جدير بتمثيل النادي الاهلي وجدير بتمثيل منتخب مصر. انا رأيي ان اللعيبة الموهوبة لازم نحافظ عليها، بالذات اللعيبه اللي عندها تالنت وعندها فكر، وهو عنده الاثنين قفشة، لانه ولد يستطيع التحكم في سير المباراه واداره المباراه من نص الملعب وصانع العاب على اعلى مستوى. طب انا عايز اسالك سؤال بقى، بما ان حدث يعني متغيرات ومنحنيات الماتش ومين الاطراف الماتش وبتاع، النهارده استقر الامر
الأهلي وبيراميدز. مردود ده على الشارع الإماراتي والجمهور بقى اللي هو مش أهلاوي ومش مش مصراوي يعني. هل في شغف، في متابعة، في اهتمام، الناس فيها ترقب ولا في إيه؟ أي حتة فيها النادي الأهلي يا كابتن بتبقى فيها ترقب وفيها اشتياق، لأنك أنت بتتفرج على 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 فريق بطل القارة الأفريقية. فالشغف ده موجود طول ما النادي الأهلي في أي حتة بيروحها، الشغف موجود والبهجة موجودة في وجود لعيبة النادي الأهلي، لأنها بتمثل الشريحة الأكبر من الجماهير المصرية، وتمثل الشريحة الأكبر من منتخب مصر، وبتمثل الشريحة الأكبر في العالم في حصد البطولات. فطبعا الدنيا الناس مبسوطة جدا بوجود النادي الأهلي بغض النظر هم هيلعبوا مين. فده دي حاجة يعني ثقة كبيرة جدا من جماهير النادي الأهلي العظيمة اللي هي أعظم جماهير في العالم، اللي هي في كل الأزمات وفي كل المحن بتقف جنب لعيبة النادي الأهلي بعيد عن أي نتائج. وده سر عظمة النادي الأهلي، إن عنده جماهير بتوقفوا على حيله، وإن شاء الله بكرة هتشوفوا الاستاد مليان مفيش قدم من جماهير النادي الأهلي. مؤمن زكريا وصل عندك مش كده؟ مؤمن وصل. ربنا يشفيه ويعافيه. يعني مؤمن واحد من ولادك اللي انا رب متابع بدايته معاك انت. ده مؤمن ده يا كابتن ابن البكر. ربنا يشفيه ويرجع له عياله سالم غانم ان شاء الله. ولد جميل وطيب وربنا بيختبره، واكيد ربنا بيختبره وهيعدي الاختبار ده ويرجع ان شاء الله بالسلامه احسن من الاول ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. طب اعمل زي المهندس عادل واسالك، انت راجع امتى ان شاء الله؟ انا راجع ان شاء الله في 1/6 ان شاء الله. هانت خلاص، هانت خلاص، الاجازه قربت، هانت خلاص. والمهندس عدلي مسك القلم بتاعه بيكتب. لا المهندس ده لينا معاه صولات وجولات من الناس اللي خدمت النادي الاهلي طبعا، ومن الناس اللي تفانت عمرها كله، من ايام ما كان عضو مجلس اداره لمدير التنفيذ في النادي. يعني احنا حاضرين واحنا بنلعب واحنا مدربين، حاجه جميله يعني، حاجه تشرف. ان شاء الله تنور، وفي انتظارك ان شاء الله يا كابتن. كلمتين الحلوين دول باذن الله تيجي بالسلامه في اجازه او عوده نهائيه. حلوين يا كابتن عدلي، مش حلوين، انا انت عارفني انا صادق حبيبي. حبيبي انا طبعا عارفك كابتن بدر، الواحد بيسعد وانا بحب اي حد يخدم النادي الاهلي. ربنا يخليك، احنا بنسعد باي كادر من كوادر الاهلي يتالق وينجح ويشرب من تجارب جيده، لانه بيكون مفيد ومشرف للنادي الاهلي. شكرا ليك يا كابتن، ويا رب يفرحنا بكره ونبارك لبعض. شكرا يا حبيبي، تحياتي ليك ان شاء الله بامر الله. شكرا، تحياتي يا كابتن بدر. شكرا جزيلا للكابتن بدر رجب، نجم النادي الاهلي والمدير الفني لقطاع الناشئين لفتره طويله، ساهم فيها الحقيقه في كتير من اكتشاف المواهب، كل الاسماء الغريبه العجيبه في الناشئين. هو ميزه ولاد بدر رجب، ميزه الكابتن بدر ان لما انت عملت تجربه كورفر مستر كورفر، ودي من انجح التجارب، وكانت رؤيه ثاقبه من الكابتن صالح وقتها، ايوه، وهيأ له كل المناخ انك تشتغل مع الاصغر مستوى تعليمي في كره القدم. كل المواهب اللي لحد النهارده في الكره المصريه من هذه المدرسه. بدر كان واحد من الناس الموجودة، وبدر كان بيشتغل في محمد وهبة اللي جاب مستر كورفر من الإمارات واشتغل معاه. ولكن الابن النجيب والتلميذ النجيب لكورفر كان بدر رجب، صحيح. وهو قال كده وهو ماشي، قال انا سايب لكم واحد. عامل تجربه في نادي الجزيره في الامارات هايله. عمل ايه ده؟ عمل في مانشستر يونايتد. انا قلت لك، حكيت لك الحكايه. رحت لقيته هناك وبيدرس التجربه. بدر حاليا في الجزيره الاماراتيه. رحت لقيته بيدرس الفيديوهات بتاعت النادي الاهلي، واخدها هي النموذج اللي بينفذه في المان يونايتد. ايوه. فلما يروح الجزيره طبعا هيضيف. الراجل كبير في السن، لكن بدر حاليا في الجزيره. بدر ما انا عارف. ما احنا بنتكلمه فين دلوقتي يعني. استاذ ابراهيم، لا 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 لا، انت ما عندكش اي حسن ظن. لا لا، انت تقصد تقول لما بدر راح الجزيره من الطبيعي بخبرات كورفر. طبعا. ايوه، انا بكلمك على كورفر الاول. أيوه. قال ده بدر التلميذ النجيب بتاعي. ايوه. فلما مشي كورفر وبدر راح بعديه الخليج، لا عمل في الامارات شغل جامد جدا يعني. ايوه. وانا الاوان يرجع يفيد الكره المصريه، لان وطلع لنا كذا واحد زيه.
ما انت مسؤوليتك اعداد الكوادر. بص يا استاذ ابراهيم، صحيح، ما لم تكن في اعداد كوادر يبقى ما فيش تواصل. مشكلة. طبعا ما فيش تواصل. يعني انت ما فيش حد بينجح الا بالتقاليد الراسخه. هي ماده التقاليد الراسخه بتتنقل ازاي؟ من الملتزمين شربوا التقاليد دي ونقولوها للاجيال اللي بعدين. بالظبط، هو ده نجاح الاهلي. فاحنا نتمنى ان تستمر واولادنا يدوها لبعض ان شاء الله. مهندس عدلي سال الكابتن بدر احوال الجمهور حواليك ايه؟ مدى الجمهور الاهلي في الامارات مع المباراه؟ رابطه مشجعي الاهلي في الامارات سواء في ابو ظبي او في دبي او في كل الامارات، الحقيقه رابطه كبيره جدا، رابطه منتميه قوي، رابطه حماسيه جدا. كاميرا قناه الاهلي سالتهم النهارده عن انطباعاتهم وعن احساسهم وترتيباتهم للمباراه. نشوف بعد مران الاهلي جمهور الاهلي في الامارات انطباعاته ايه. اهلي 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 بإذن الله 2-0 علي معلول ومحمد شريف بإذن الله. دايما ورا الأهلي في كل مكان، ومن وقت ما الأهلي بيجي الإمارات احنا في كل ماتشات حاضرين، وبإذن الله السوبر أهلاوي. 2-1 بإذن الله والشحات جول. بإذن الله بكرة نفوز 2-0، يسجل كهربا لو لعب ويسجل علي معلول. بكرة إن شاء الله الأهلي بيفوز 2-0 بإذن الله بهدف محمد شريف وقفشة بكرة بإذن الله. الأهلي طبعا أكيد 2-0. إن شاء الله الأهلي هيفوز 3-0 بإذن الله، أهداف هيكون علي معلول وديانج ومحمد شريف ان شاء الله. 2-0 الاهلي ان شاء الله، الاهلي اكيد ان شاء الله 2-0. كل التوفيق للنادي الاهلي بكره ان شاء الله، ان شاء الله مباراه قويه، ايا كان المنافس النادي الاهلي عينه على البطوله، ما بندورش غير على البطوله، ده تاريخنا ودي حياتنا ودي امنياتنا للنادي الاهلي. 2-0 ان شاء الله النادي الاهلي، حمدي فتحي ولو كراب اللعيب او محمد شريف، والتوفيق دايما للنادي الاهلي ان شاء الله. نورتونا وشرفتونا، بنستناكم والله من السنه للسنه، يعني السنه دي شفناكم مرتين، بنستناكم والله، وان شاء الله الفوز للاهلي، الفوز للاهلي ان شاء الله باذن الله، ويشرفونا بكره باذن الله ويجيبوا السوبر باذن الله. اهلي 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 أجواء أنت معتاد عليها لما كنا بنروح في كأس العالم أو في مسابقة السوبر لما كنا هناك. دائما الجالية الأهلاوية المصرية ما بتصدق تلاقي النادي الأهلي موجود، ما بيبخلوش بوقت على طول. على فكرة دول تلاقيهم واقفين من الصبح كده الوقفة دي، تروح اللوكان ده يحصلوك وتلاقي يزيد عددهم هناك. فنتمنى من أجل هؤلاء ونحن واولئك الذين ينتظرون حبل في البيوت ان بكره الاهلي يساعدنا جميعا ان شاء الله. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. ما تخافش على الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي، طول ما الاهلي بيدرس اموره من الناحيه القانونيه بالذات صح قوي. عايز اقول لكم انه في الفاصل تواصل معنا واحد من المسؤولين الكبار في الكرة المصرية السابقين العالمين ببواطن الأمور، ولفت نظرنا لنقطة مهمة جدا الحقيقة. الأهلي لما راح للقضاء الإداري رايح في شأن إداري بحت يخص التشكيل الخاص باللجان، لجنة الانضباط، طريقة تكوين اللجان، وإن هي تشكلت بالتعيين وليس بالانتخاب بما يخالف لائحة النظام الأساسي. فهو رايح لمجلس الدولة في أمر إداري بحت يخص قرار إداري بحت بشأن التشكيل لجنة كان المفروض تكون بالانتخاب مش بالتعيين. الفرق بين لجوء الأهلي ولجوء الزمالك المتكرر للقضاء الإداري، بيلجأ الزمالك للقضاء الإداري في أمور فنية بحتة. عشان كده لما خد حكم بعدم الاختصاص في واقعة خيد اللاعبين، لجنة القاضي قال لك احنا مالنا، ده شأن فني يخص اتحاد اللعبة، فبالتالي لا تختص به المحكمة. هنا ده الفرق بين الاثنين. لكن على ذكر هذا الالتباس، الأهلي يا جماعة راح للمحكمة بيطعن في تشكيل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق في الاتحاد المصري لكرة القدم، وبنص لائحة النظام الأساسي المعتمدة من الاتحاد الدولي المنظمة لاتحاد الكورة، يلتزم مجلس إدارة الاتحاد المنتخب، يلتزم يعني ده فرض عليه فور انتخابه،
بدعوة الجمعية العمومية لانعقاد طارئ لازم الأمر. ممكن نقف هنا؟ بدعوة يلتزم بدعوة اللجنة الجمعية العمومية لاجتماع طارئ إذا لازم الأمر. إن لازم الأمر، يعني إيه إن لازم الأمر؟ ما تستنانيش لأقرب جمعية عمومية. يعني لو أنت الجمعية العمومية العادية بتاعتك لسه بعيدة، اعمل لجنة طارئة، اعمل جمعية طارئة. لانتخاب اللجان القانونية المستقلة. اللي هي الثلاثة، اللجنة الانتخابية ولجنة الانضباط ولجنة الاستئناف. في بند آخر، ودي النقطة اللي اتحاد الكرة واللي بيدافعوا عن حق حتى الوزير نفسه، حق اتحاد الكرة في التعيين، انك انت اثناء عمل اللجان وهي مدتها 4 سنين، اذا استقال او ابتعد رئيس اللجنة او على رأي اخونا عمرو العميرة حرف عطف، هو بيقول لك لو استقال الرئيس او نائب الرئيس او اي عضو من الاعضاء اعضاء اللجنة، يقوم مجلس الإدارة بتعيين بديل للمستقيل لحين العرض على أقرب جمعية. ما قالكش أبدا أنه مجلس الإدارة يشكل لجنة بالكامل. ممكن أنا بس أقفلك هنا عشان نوضح للناس، لما يقول لك، وكان يقدر يقول لك لو استقالت اللجنة أو أحد أعضائها من حقك التعيين، هو ما قالش كده. هو حدد. حدد. يعني عايز يقول لك اذا استقالت اللجنه كلها ده موضوع تاني خالص. بالظبط. لان هو حدد. لما مش عايز يحدد كان قال لك اذا استقالت اللجنه او احد اعضائها كذا، هو حدد الرئيس مش عارف ايه او احد الاعضاء. لكن لما اللجنه كلها تستقيل، لا يا حبيبي، ادعي اقرب جمعيه عموميه كما ينص القانون. وهو الناس، ودي بترد على كل بقى الكلام، والوزاره نفسها حتى في ردها العجيب ان هم خدوا موافقات لما الوزارة قضية تانية خالص. لانه الحقيقة رغم وضوح هذا النص واللائحة موجودة ومكتوبة باللغة العربية، الا انك انت وعلى نحو غير مسبوق وعجيب وغريب، الدعوة بتاعت النادي الاهلي منظورة لسه، وتحددت لها جلسة تقريبا 14 او 16 مايو. نفاجأ امبارح ببيان طالع من وزارة الشباب والرياضة من الإدارة القانونية في الوزارة في مضمون الدعوة اللي النادي الأهلي رافعها واللي بيختصم بيها رقم واحد، ده بيصادر على حق وزير المحكمة. الشباب والرياضة بصفته ده بيصادر على حق المحكمة للقرار السلبي بالامتناع. يا استاذ ابراهيم، ده بيعمل حاجة خطيرة جدا، موضوع معروض على القضاء وهو بيناقش الشق القانوني وصادر على حق القضاء بيسبقه. اللي حصل يا جماعه امبارح ده خرق لكل الاعراف القانونيه والقضائيه وحتى المنطقيه البسيطه. انت مرفوع عليك دعوه، عندك ردود روح للمحكمه، عندك تفسيرات روح للمحكمه، ما تقولهاش للراي العام، انما انت بتقولها للراي العام ضد النادي الاهلي، ضد الدعوه بتاعت النادي الاهلي. ده خرق بين غير طبيعي وتحيز وانحياز طبعا في قضيه بين طرفين. كانت المسألة عجيبة فعلا من الوزارة انها تطلع بيان ثم مسؤول الوزارة يتناوب الظهور عبر الشاشات امبارح دفاعا عن نفس البيان، ومعرفش ازاي متغافلين على انه النادي الاهلي عنده دعوة ضدهم، بل انه السيد المستشار محمد دياب المستشار القانوني للسيد الوزير هو احد السادة المستشارين في مجلس الدولة للاهلي رفع فيه الدعوة. يعني مفيش امور واضحه وجليه اكتر من كده. فيطلع بيان في مضمون الدعوه اللي النادي الاهلي رافعها وتفنيد الدعوه بتاعت النادي الاهلي. طب وده هيستشعر الحرج بقى ولا هيعمل ايه؟ هل انت بترد؟ هو مش في الدائره اللي بتنظر الجل، ما هو في التشكيل بتاع مجلس الدوله، نائب رئيس مجلس الدوله. يعني عارفين انما يعني ازاي يطلع بيان من الوزاره بهذا الامر؟ وبعد كده نتكلم نقول لك لا المفروض تمتنع مناقشه اي حاجه منظوره ده اي حاجه بتتحقق في النيابه، مش يعني لو في اي موضوع خضع للتحقيق او قيد التحقيق في النيابه العامه، القانون في هذا ما حدش بيتكلم فيه. موقف القانون في هذا الخرق ايه بقى؟ عايزين نسال. لا ما هي دي ده اللي موجود
يقول السيد الوزير بالإشارة إلى ما أثير في الجديد من وسائل الإعلام وما تضمنه ذلك من تساؤلات حقائق المتعلقة بمنظومة كرة القدم المصرية. وأنا مش عايز اللي بتاعت اتحاد الكورة كانت مالي مشكلاه يعني ايه العلاقة جمال علام؟ يبقى مفهوم عايزه ان احنا جبناهم بالانتخاب وانه الراجل مش هيكذب ومش هيقول كده خالص، لكنه الوزارة اللي تقول ده هي ليه فيها طرفين ازمة دلوقت وفي موضوع قضية مرفوع عليها؟ عشان انت اختصمته يروح يرد في المحكمة. يرد في المحكمة طبعا. بس طبعا يعني ده انا عايز اقول لك على حاجه. تعرف انه الدعوه اللي اقامها مرشحون سابقون في الزمالك الدكتور عبد الله جورج وهاني شكري واخرين ضد رئيس نادي الزمالك وطالبوا بعزله بعد الحكم بالاختصام في القرار الامتناع السلبي رقم واحد وزير الشباب والرياضه. تعرف انه محامي الوزاره راح يدفع بعدم الاختصاص ان المحكمه مش مختصه يعني انت 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 واقف في اي مكان؟ فبالتالي انت في قضيه النادي الاهلي. انت عارف بقى انت نبهتني النقطه نقطه واحده ونبي ما تهزر في الحته دي لانها مهمه. كل الليله اللي احنا عايشينها دي عشان الجزئيه دي. انت دلوقتي المشهد العام، خلينا في الزمالك بقى، سيبك من الايه اللجان والكهرباء والبتاع ده، قبل الانسحاب وبعد الانسحاب من الرابح الوحيد والاكبر في هذا الامر؟ مين؟ نادي الزمالك. لا الاستاذ مرتضى. ما انت اختزلت المشهد انك انت ربطت، لان نادي الزمالك جزء منه مقدم طعن على شرعيه وجود الرئيس ده. طيب فاللي هو وجد ان الغطاء الوحيد اللي يقدر يتستر بيه ويتغطى بيه هو الجمهور. أيوة. نجح بالضربة القاضية في هذا الأمر. إذا كان الأمور ستقاس بالمقياس الجماهيري مش القانوني، فأنت دلوقتي بتوضح ربما لماذا الكل متحد الآن في هذا المشهد. ما هو مش طبيعي برضو. إيه مظلومين وكهرباء مظلومين وكهرباء مظلومين إيه الموضوع؟ إيه الليلة ده؟ ياما أحداث زي كده وأكتر كتير. لكن هي زي ما انا قلت لك، هذا رجل ذكي جدا، ازمه تبلع ازمه. في ازمه عنده، في موجد طيار داخلي داخل نادي الزمالك ابتدى يختصمه. يتدفى بمين؟ يتدفى بالجمهور. هو طلع رابح في هذه المعركه، مش عايز مناقشه. طيب على نحو غير مسبوق زي ما بيقول الساده المحامين، يطلع السيد وزير الشباب والرياضه، انا هنا المفروض الامر يخص السيد الوزير حتى الشؤون القانونيه، لانه ما حدش هيطلع يتكلم باسمه الا عن طريقه وبموافقته وبتعليماته. فتطلع مذكره عريضه بدل ما تتقدم للمحكمه ردا على دعوه النادي الاهلي، لا تتقدم للراي العام والاعلام، ويتقال بقى بالإشارة إلى ما أثير في العديد من وسائل الإعلام وما تضمنه ذلك من تساؤلات حول بعض القضايا والموضوعات المتعلقة بمنظومة كرة القدم المصرية. والمرة الثالثة أنا مندهش، أنت ليه داخل في موضوع يخص اتحاد الكورة ثم تحدثنا على أنه الاتحاد مستقل ومش عارف يعني مستقل؟ أما نيجي نقول لك بعد ما حققت وشاورت أن وليد العطار مسؤول وأدنته، قلت أنا ما أقدرش أعاقبه لأن أنا ما أقدرش أتدخل في عمله. بتعمل إيه أنت دلوقتي؟ لا بيقول لك ايه، ومن هنا تؤكد اللجنه القانونيه بالوزاره، تؤكد اللجنه القانونيه بالوزاره، خدوا بالكم احتضان الوزاره لجنه قانونيه لجنه تاديبيه للجان الاتحاد المستقله دي جريمه تانية، لان هذه اللجان القضائيه في الاتحاد هي في الاصل لجان مستقله، فناهيك على انه الجهه الحكوميه هي اللي تحتضنها في الموقع ثم تحتضنها بالدفاع عنها. بيأكد صحة توجيه الاتهام النادي الاهلي لوزارة الشباب. طبعا ما هو موجود على الاوفيشال ويب سايت بتاع الاتحاد. لا تدخلهم دلوقتي بالرد بيدعم موقف النادي الاهلي، اهو بيتدخل اهو بيرد في امام الرأي العام اهو. طيب
يقول لك ايه؟ ومن هنا تؤكد اللجنه القانونيه بالوزاره ان قرار مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم بتعيين لجنه الانضباط من الساده الاجلاء المستشارين والقضاه مطابقا لصحيح حكم الواقع والقانون. يعني ايه حكم الواقع؟ في قانون، في لائحه. الواقع وبينك اللائحه. الواقع ان الوزاره اختارته وهم ايدوا. بالظبط، هو ده الواقع. وذلك في ضوء قيام الاتحاد المصري باستخدام السلطه المخوله له في اللائحه، وذلك ما يتعلق بتشكيل لجنة الانضباط إلى حين انعقاد الجمعية العمومية العادية. لا، اللائحة قالت له أو جمعية عمومية غير عادية إن لازم الأمر، وما قالتلوش يشكل لجنة كاملة. إذا استقال واحد أو اتنين أو تلاتة يحط مكان المستقيل واحد لحين أقرب جمعية عمومية، لكن هتحولوها لتعيين وتقنعونا إن ده انتخاب وإن دي سلطة الاتحاد، دي مش سلطة الاتحاد. حتى قال لك إيه؟ احنا خدنا من الفيفا موافقه. انتوا خدتوا من الفيفا موافقه لان انتوا اديتوا معطيات غلط. انتوا بعتوا تقولوا له في حد استقال هنحط حد مكانه الحين. الطريقه المعتاده. قال لك برافو، هو صح كده بيجابك زي بالظبط. موضوع كهرباء مؤكد حصل كده. المحكمه بتسال سؤال انت بتجاوب عليه. العبره بالسؤال اللي انت بعته له. السؤال ايه هو اللي انت بتجاوب عليه او اللي انت بعته؟ طيب يعني النادي الاهلي يقول دي لجنه منتخب، دي لجنه معينه مخالفه للائحه، تطلع الوزاره ترد لا دي صحيح، وبدل ما يرد في المحكمه يرد في الاعلام، ويطلع مندوب السيد الوزير عبر كل البرامج. هم في الاصل بيهاجموا دعوه النادي الاهلي، لان انت خلاص بدل ما تروح المحامي بتاعك يتكلم في مجلس الدوله انت بتتكلم في وسائل الاعلام ضد النادي الاهلي والدعوه الخاصه بيه، لان الدعوه الخاصه خاصه بالنادي الاهلي والحفاظ على حقوق لاعبه. وهنا ندخل في مشكلة تانية. شوفوا بقى الفوضى وصل لغاية فين. طلع الدكتور إيهاب الفولي عضو مجلس إدارة الاتحاد، إيهاب الكومي آسف، إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد، في مداخلة مع أحد البرامج، فبيتكلم على إنه اللجنة مستقلة وإن احنا ما لناش علاقة بيها، وبيدافع عن الكابتن حازم إمام. ماشي، المصيبه في اللي جاي. تعرفوا ان هو بيقول، وده نصا موجود على فكره، تعرفوا ان عقوبه كهربا كانت اكتر من 12 مباراه؟ القاضي رئيس اللجنه كان مصمم يديله اكتر من 12 مباراه لولا ان بقيه اللجنه اقنعته ان ينزلوها ل 12. فحتى حد من الزملاء الصحفيين اعتقد ابراهيم داوود قال له يعني كنتوا عايزين تعدموه؟ هو في ايه بعد 12 مباراة ومليون جنيه؟ قال له لا، ده رئيس اللجنة اللي قال كده. هنا دي كارثة تاني، لو راحت للفيفا الليلة دي مش هتعدي. يا جماعة هذه اللجان في القانون الدولي للفيفا، القانون التأديبي، يحظر حظرا تاما، وده النص اللي مكتوب، يحظر حظرا تاما على السادة أعضاء اللجان القانونية، وبين قوسين مسميهم لجنة لجنة. إفشاء أسرار اللجنة أو مداولاتها أو ما تم التفاوض بشأنه أو ما استقر عليه من قرارات. فأنت متخيل أن أنت بترتكب جريمة تانية عاملة إزاي؟ الأدهش منها أن الحكم يتسرب ويعلن قبليها، وأي حد عارف تسريب أي حكم يسقطه خلاص، تم ده تم مسه. على فكرة دي حاجات اللي استند إليها النادي الأهلي. طبعا، أنك أنت في وسائل الإعلام واحد الصحفيين الاستاذ احمد موسى ينشر النص الكامل للعقوبات قبل ظهورها بيوم او يومين، وتطلع صحيحه 100% بل بنفس الصياغات تقريبا. السيد الوزير في بيانه ما قالش حاجه عن كده، ما قالش على انه مداولات اللجنه على المشاعر لاعضاء مجلس اداره الاتحاد، ولا قال ان تم تسريب العقوبه وصدورها في وسائل الاعلام، بس كان معني بجزئيه إن النادي الأهلي مش عنده حق في الطعن في عدم قانونية لجنة الانضباط. مليون جنيه وإيقاف 12 مباراة كاملة. أعتقد لما يتقال لا ده كانت أكبر من كده، اعرفوا إن المسألة لازم يطعن فيها. لازم يطعن فيها. لأن هنا الأمر فعلا محل استغراب ودهشة. ولما تبقى العلاقة
في هذا الاحتضان للجان هي في الأصل مستقلة، يبقى هي كانت في الأصل مستقلة بهذا الشكل وهذا التبني وهذا التدخل بالشكل ده. أعتقد فكرة الاستقلالية محتاجة مراجعة، وأنا أعتقد مجلس إدارة الاتحاد يعلم جيدا زي ما أنا عارف منهم إن هم مغلوب على أمرهم، محافظين على فكرة استقلالية اللجان، مش عايزين يتدخلوا، ما بيتكلموش. لكن اديكوا شايفين حد يطلع يقول لك احمدوا ربنا ان هي وقفت عند 12، ده معالي المستشار رئيس اللجنه كان عايز اكتر من كده. كل ده وفقا لقانون الفيفا التاديبي، خرق بين. هل انتهى الامر عند هذا الحد فيما يخص الاشكال القانوني ومناقشاته؟ شوف ما خلاص بقى، واحنا مهما اتكلمنا عمليه الشوشره يا استاذ ابراهيم دلوقتي ما هي مش مقصود بها الموضوع. احنا خلاص يعني عارفين التصعيد ده تم ليه والمكاسب اللي جاءت من وراءه. هو خلاف داخل نادي الزمالك، يعني القضيه انا في وجهه نظري كده المشهد السلطه القائمه ضد المعارضه، السلطه القائمه خدت الجمهور في صفها في هذه المعركه، خدته بالطريقة الصح، خدته بالطريقة الغلط، إنها كرست معنى المظلومية عندهم ونجحت في إيصال هذا المعنى بمساعدات طبعا. هذا يعتبر أنا في رأيي، أنا بالنسبة لي أنا كده القضية بالنسبة لي شأن داخلي. عايزين ننتبه بقى للنادي الأهلي ونشوف مكانة الأهلي ونفرح بالأهلي وما ينتظر الأهلي وكلام الناس على النادي الاهلي داخل مصر وخارج مصر. خلينا بقى نتجاوز الامر ده عشان ما جرجوناش ننسى الاهلي ومكانته وافراحه. طيب المهندس عادل اشار في البدايه الى الكابتن مدحت شلبي وان المباراه فيها جمهورين، انت عايز ترجع له تاني، كان المفروض جمهور الاهلي وجمهور الزمالك، بيعت التذاكر للجمهورين والزمالك انسحب. دي مصيبه والله اللي قالها دي. فنزولا على رغبة المهندس عدلي نشوف رأي الكابتن مدحت شلبي قال ايه بالظبط. اذا كان هناك تذاكر تم بيعها لمشجعي نادي الزمالك، وهذا امر طبعا طبيعي جدا، فلما الاهلي بيلعب مع الزمالك الزملكاوية بيبقى امنياتهم ايه؟ امنياتهم ان يفوز فريقهم وان يهزم النادي الاهلي، صح كده؟ وضع طبيعي. ايه المشكلة لو حائزي تذاكر الزمالك الزملكاويه يعني راحوا المباراه يستمتعوا بهذه المباراه وشجع يا سيدي بيراميدز، ويبقى انت كجمهور موجود بتشجع نادي بيراميدز، خاصه ان نادي بيراميدز المالك بتاعه هو السيد طبعا سالم الشمسي. روح شجع الراجل الجميل الاماراتي سالم الشمسي وشجع بيراميدز. ليه لا؟ ليه لا؟ ليه لا؟ هقول لك ليه لا يا كابتن مدحت. لو انا زملكاوي، ايوه، وعلى فكره في مجموعه من زملكاوية اعرفهم زعلانين جدا من اللي قاله كابتن مدحت. قال لك الزمالك مش نادي صغير عشان تقول له لما ما تلعبش روح شجع نادي تاني، وبينتقدوا هذا الموقف. مشاعرهم يا رب الاهلي يخسر طبعا، واخد بالك، لكن انك تطلب مني ادفع فلوس عشان اروح اتشفى في النادي الاهلي او ان انا اعمل ده خطاب اعلامي عجيب. ده بيقول له روح اضغط على النادي الاهلي في الملعب وانت كده كده بتفرح. يا رجل يا رجل، اما كفاك ترويجا للتصعيد؟ يا راجل حرام عليك يا راجل، والله قطاع كبير من الزملكاويه مستائين من انك انت تقل من دور الزمالك وجماهير الزمالك انه يبقوا بيلفوا ويشتروا تذاكر عشان يكيدوا في الاهلي وبس. الزمالك اكبر من كده. الزمالك لما يروح فرقته يروح ويشجع ضد الاهلي بمنتهى القوه، لكن تقول له النبي روح عشان انت كان نفسك تروح، بس لما ما رحتش ما تروح تشجع نادي تاني عشان ملاك نادي بيراميد الجمال. كابتن مدحت، كابتن مدحت. الحقيقه يا جماعه والله شر البليه ما يضحك. لا لا والله ده خطاب اعلامي في منتهى الخطوره. حقيقة في ايه؟ في زملكاوي زعلانين جدا من ماشي. ده خطاب اعلامي في منتهى الخطوره من الناحية الأخلاقية، لأنه الشيء الطبيعي أن أنت تحس جمهور يروح يكون إيجابي في أنه يشجع فرقته.
انما يروح عشان نكايه في الفريق الثاني دي مصيبه سودة، ويدفع فلوس دي مصيبه سودة في مضمون خطاب اعلامي بلغ التدني في هذا المستوى بجد. واي حد من اساتذتنا يحلل الكلام ده، يا جماعه انت بتقول له روح عشان تغيظ الاهلي، روح عشان تفرح في الاهلي، لو العكس برضه هتقول له روح عشان تفرح في الزمالك، لو الزمالك بيلعب ما كانش هيقول، بس اسمع كلامي. أي انا على المضمون، انا على الكونسبت نفسه مش على الشخص. ما هو معروف انه الاصل في الموضوع الاهلي ولا الزمالك، الاصل بيراميدز واللي ورا بيراميدز. خلينا نبدا نروح للامور بشكل مباشر، دي خدمه لبيراميدز، لكن على حساب مين؟ على حساب القيمه الاخلاقيه نفسها. ما تقدرش تقول لجمهور الاهلي روح شجع انبي ضد الزمالك نكايه في الزمالك. ايه التحريض على المشاعر السلبيه القاتله ده؟ ايه الحس على ان انت فعلا تعزز مفاهيم الكراهيه القضيه عايز تروح نكايه في ده؟ ولا حد بيسال ولا حد بيحاسب. ده كلام صدقوني بعد كده احنا بنزعل من سلوكيات الشباب والجمهور. هل في حد في المغرب قال لجمهور الرجاء روح شجع الاهلي نكايه في جمهور عشان الرجاء يخسر؟ حد سمعتها من الاعلاميين حتى لو كانوا بينهم وبين بعض بيتداولوا هذا؟ الجمهور يقول لبعض اللي هو عايزه، لان في قطاع بيتكلم كده وقطاع بيتكلم كده وقطاع، لكن في قطاع بيقول لك احنا مش صغيرين لدرجه ان احنا نتاجر عشان لصالح اطراف اخرى. ده كلام عيب يتقال من 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 اعلامي بخبره الكابتن مدحت شلبي. والله كفايه يا جماعه، يا جماعه قد يكون قايلها مش واخد باله، هنعتبر مش لا واخد بس باله. المفروض خد بالك وما تنفعش، خد بالك يا كابتن مدحت، الامور زادت عن حدها. طيب النهارده مستر مارسيل كولر قبل التمرينه الاخيره للاهلي في ابو ظبي، هو والكابتن محمد الشناوي كابتن الاهلي في المؤتمر الصحفي، نشوف اخر انطباعاتهم واخر كلامهم ليله السوبر. Freuen uns auf dieses Spiel. Es ist wieder ein Finalspiel, wo wir die Möglichkeit haben, einen Pokal zu holen. Und wie wir ja wissen, Al-Ahli ist eigentlich unersättlich nach Pokalen. Ne? Sie wollen jedem Finale gewinnen. Und das ist natürlich auch bei mir so. Ich möchte alles dafür tun, ja, mit der Mannschaft zusammen, mit dem ganzen Umfeld, damit wir dieses Spiel gewinnen können. Wir wissen aber auch, dass natürlich Pyramids keinen Titel geholt hat bis jetzt und dass sie alles dafür tun werden, um dieses Spiel erfolgreich zu gestalten. Also das ist natürlich diese Schwierigkeit, dann unsere Spiele darauf vorzubereiten, dass der Gegner dieses Spiel auch gewinnt. سعداء جدا بهذه المباراة، سعداء ان احنا مباراة ببطولة ونهائي جديد، ده اللي متعود عليه النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات، ودايما في كل بطولة بيدخلها طموحه ان هو يحصل على البطولة، وده بيتسق وبينسجم معايا انا كمان، لان انا كمان دي من طبعي ومن شخصيتي ان انا كل بطولة بحب ادخلها، كل ماتش بدخله هدفي الفوز، وده نفس تقاليد وعادات النادي الاهلي اللي دايما بيطمح للفوز باي بطولة بيدخلها. هبذل كل ما عندي وكل خبراتي من اجل اعداد الفريق وتحضير الفريق للمباراة والفوز بالمباراة والفوز بلقب جديد مع النادي الاهلي. في الناحية الاخرى او على الجانب الاخر، فريق بيراميدز فريق قوي، فريق محترم عنده دوافع كبيرة، هو ما حصلش على أي ألقاب في تاريخه، وده بيزيد من صعوبة المباراة إن هم عندهم دوافع للحصول على أول بطولة في تاريخهم. هيبدأوا إن هم يبقوا عندهم دوافع كبيرة مع قدراتهم العالية، وده هيبقى تحضير للعيبة إزاي إن هم يبقوا عارفين صعوبة المباراة وخاصة مع دوافع المنافس. طبعا بحب أشكر طبعا الأول دورة الإمارات الشقيقة طبعا على الاستقبال وعلى الإقامة وعلى الحدث. احنا بنكون مبسوطين جدا كنادي أهلي نيجي نلعب هنا في دولة الإمارات، دي أول حاجة. تاني حاجة طبعا المباراة، طبعا احنا عارفين إن هي مباراة ببطولة واللعيبة مركزة، واحنا زي ما الكوتش قال احنا أي نادي الأهلي متعود على أي مباراة بنيجي نلعبها ما بيشبعش البطولات. احنا عندنا بطولة بكرة إن شاء الله، احنا مركزين في المباراة واللعيبة كلها محضرة نفسها للمباراة،
ومركزين ومحضرين بشكل كويس للمباراه، وربنا يكرمنا ويرجعنا مبسوطين ان شاء الله. Nein, eigentlich nicht, aber ich habe mich natürlich vorgängig schon vorbereitet auf den anderen Gegner, der jetzt nicht da ist. Und ich musste mich gestern dann umorientieren oder ihrem Team und haben dementsprechend dann nochmals Spiel oder die letzten Spiele angeschaut von Pyramids. Und dementsprechend sind wir jetzt auch vorbereitet und wir haben ja auch im ägyptischen Pokal gegen sie gespielt. Also wir kennen sie schon natürlich auch näher. Und von daher ist bald einfach um einen Tag verschoben. Aber das hat jetzt keinen großen Einfluss. Ich bin sehr kubier, denn wir haben eine Art مختلف. لكن في النهاية فريق بيراميدز احنا عارفينه، لعبنا ضده في الدوري ولعبنا ضده في الكاس وقريب، فعارفين فريق بيراميدز. التحضير بدأنا فيه امبارح او اول امبارح، او معرفنا على طول ان هو المنافس اتغير، بدأنا نتفرج عليه على الماتشات الجديدة الاخرانية ليه. لكن زي ما قلت لحضرتك احنا اصلا لاعبين قريب في الكاس، ف متحضرين ليه. لا ما فرقش كتير التحضير، وخصوصا ان احنا عارفين الفريق. احنا على طول متعودين ان احنا نكون موجودين هنا في السوبر المصري على طول في البطولات، واحنا يعني زي ما قلت لحضرتك احنا كنادي اهلي بيبقى مبسوطين جدا موجودين في دوري الامارات. طبعا احنا بنلعب دلوقتي خصم ثاني نادي بيراميدز، طبعا الفرقه القويه في الدوري المصري، واحنا لسه لاعبينهم كوتش سهل، لسه لاعبينهم من قريب في الدوري وفي الكاس. اكيد طبعا الاسلوب ده في الاول وفي الاخر بيرجع للجهاز الفني، وبنحضر بشكل كويس مع الجهاز الفني، بنلعب الاسلوب الكلام اللي بيقولوا معانا، واحنا بنحضر بشكل كويس معاهم، يعني بننفذ التعليمات على قد ما نقدر في الملعب. الاسلوب واللعب طبعا مع الجهاز الفني مش معايا خالص، احنا بس بنحضر المباراه بشكل كويس، واللعيبه كلها الحمد لله مركزه في المباراه. من يعني احنا بنيجي نلعب عامه اي مباراه، ما نشوفش مين الخصم، احنا بنحترم اي فرقه كبيره صغيره، ما لناش دعوه بالاسم، احنا لنا دعوه بالمباراه اللي جايه وبتركيز في المباراه الجايه بس. Ich habe den Stürmer also nicht angekündigt. Wir haben in der Transferzeit haben wir uns umgeschaut für Stürmer. Und es war aber so, dass das aus verschiedenen Gründen ging es dann nicht. Und ich habe dann gesagt, bevor wir einfach irgendwie jemanden holen, der uns nicht weiterbringt, nehmen wir die, die hier sind, wo ich die damals ja auch noch nicht so gut kannte. Und jetzt ist aber so, dass wir ja, mit Karabach, Sherif und Shadi drei Stürmer haben, also Zentralstürmer, die jetzt auch in der letzten Zeit immer wieder für Tore gesorgt haben. Und ja, das stimmt mich dann natürlich zufrieden, weil schlussendlich möchte ich gewinnen, wir möchten gewinnen. Und es ist aber auch so, dass unsere Außenspieler Tore schießen, dass unsere Mittelfeldspieler Tore schießen und auch die Verteidiger. Und das ist schlussendlich das Entscheidende, dass nicht nur alles auf den Stürmer ausgerichtet ist, sondern dass man viel unberechenbarer ist, wenn jeder im Team eigentlich Tore schießen kann. أنا كنت طلبت مهاجم، وبدأت إن أنا في فترة الانتقالات أتفرج على مهاجمين كتير، وبعدين لأسباب كتير ما قدرناش نتوفق في إن إحنا نجيب المهاجم اللي إحنا عايزينه. وانا فلسفتي دايما ما بجيبش مهاجم وخلاص او اجيب لاعب وخلاص، لازم يكون لاعب افضل من اللي عندي، فما كانش فيه اللاعب الافضل من اللي عندنا او يعمل لنا اضافه. فممكن يكون كمان راجع ده ان الكوتش لسه عارف قدرات لاعبتي بشكل كافي. احنا دلوقتي عندنا ثلاث مهاجمين اساسيين اثبتوا كفاءه عاليه جدا، كهربا وشريف وشادي، واحنا كمان طورنا في فلسفه الفريق ان مش بس المهاجمين الثلاثه بيجيبوا جوان، كان عندنا الاجنحه بتجيب جوان، لعيبه خط النص بيجيبوا جوان. كل ده كان شغل عملناه بحيث ان احنا ما بنحسش بالمشكله، وحاليا ما فيش اي مشكله خالص. ثلاث مهاجمين بيأدوا كفاءه عاليه جدا، واحنا بنكسب وماشيين كويس. كل حاجه تمام. Möchte die zwei jetzt nicht miteinander vergleichen. Ich würde sagen, der eine ist vielleicht schwächer als der andere. Es war jetzt einfach so, dass natürlich beide Mannschaften auch individuell gute Klasse haben, dass wir schlussendlich auf uns schauen müssen. Wir müssen wir schauen für uns, wir versuchen unser Bestes auf den Platz zu bringen, aber wir schauen, wie der Gegner verteidigt, wie der Gegner angreift. Und das ist bei den einen mal so, also die Spielweise
vielleicht ein bisschen anders als bei anderen Mannschaften, aber das versuchen wir zu vermitteln, aber schlussendlich ist wichtig, wie wir spielen, wie wir auftreten, wie wir in der Defensive agieren, sowie in der Offensive. انا مش حابب ان انا اقارن بين الفرقتين خالص او اقول فريق اضعف من فريق او فريق اقوى من فريق لان الفرقتين فرقتين كبار جدا وعندهم امكانيات عاليه وامكانيات فنيه عاليه ولاعيبه على مستوى عالي جدا. كل واحد فيهم بيلعب ممكن كره مختلفه شويه، طريقه اللعب ممكن تكون مختلفه، لما المهم بالنسبه لي هو احنا بنلعب ازاي، احنا هنأدي ازاي، المنافس بدرسه عشان اعرف هو بيدافع ازاي، بيهاجم ازاي، وعلى اساس ده بحط الخطه بتاعتي او طريقه اللعب المناسبه للخصم، لكن ملهاش علاقه باضعف او اقوى، لا مش حقيقي خالص. الفريقين كبار وانا بحضر الفريق فرقتي انا، والتاني بقرر المهم بالنسبه لي انا، واحنا بنلعب ازاي، واحنا ادائنا هيبقى ازاي في يوم المباراه. Ja, ich glaube, das ist natürlich wichtig, dass er eine gewisse Ruhe spürt auch bei uns, dass er sich wohlfühlt, dass er gut trainiert. Aber es ist natürlich schwierig für ihn, damit diese Sache umgehen zu können, weil er nie weiß, oder wir wissen auch nicht, spielt er jetzt morgen oder spielt er nicht. Oder das gab dann schon jetzt auch in der letzten Zeit immer mal wieder ein paar Aufregungen. Aber ich glaube, schlussendlich ist eben wichtig, da ruhig zu bleiben und das richtig abzuklären und dann zu wissen, okay, er kann spielen und bis jetzt kommt er in das Spiel. نحاول ان احنا نساعده نفسيا، ان احنا نوفر له جو من الهدوء ومن الراحه النفسيه وهو مرتاح وبيلعب مرتاح كويس وبيتمرن كويس. بيحصل مشاكل كل شويه، اخبار ايقاف مش ايقاف، هيلعب مش هيلعب، فاحنا بنحاول ان احنا نريحه ونهيئه نفسيا في ادائه، وهو ده اهم حاجه. وهو قادر لغايه دلوقتي رغم كل الصعوبات اللي هو بيواجهها الفتره الاخرانيه، قادر ان هو يفصل وان هو يتمرن كويس ويوصل لمستوى كويس كل مباراه بيقدر ان هو يأديه. شوف، انا سمعت في هذا المؤتمر ما تمنيت ان اسمعه. تمنيت ان اسمع تقدير مستر كولر للمنافس، وانه مش فارق معاه حاله هيقابل مين بقدر ما فارق معاه لعيبته، وانه بيحترم الفرقتين زمالك او بيراميدز، وبيقول الاثنين اقوياء ولكن الفرق في التفاصيل، الاداء بعض التفاصيل اللي هو معني بيها مع فرقته. فمساله مين افضل له؟ لا، الفرقتين كبار جدا، المهم احنا هنعمل ايه مع كل فرقه. وقال انه بمجرد ما عرف ان بيراميدز هنا التعديله ابتدى من امبارح يشتغل على المنافس الثاني. ربما دي تكون الايه، حته الايه، الربكه الخفيفه اللي هو قال انا قادر اتجاوزها لان اعرف الفرقتين، ما هماش غامضين عليا يعني. ايوه، احترم الفرقتين جدا واحترم بيراميد جدا، وده حاجه مهمه قوي. وقال انا مهم فرقتي، ولما سئل على كهربا قال لك احنا بنحاول نعزله عن كل شيء وبنعده نفسيا، والمساله مش عايزين ناخد ان كهربا هو الفيلم، لازم احنا بالنسبه لنا يبقى فيلم لأي حد، لكن بالنسبة لنا هو لاعب يلجأ إليه عند الاحتياج الفني. والحمد لله أنه موفق دلوقتي. أرجع بقى لكلام الشناوي، عجبني برضو جدا لما سئل لم يستدرج، قال الفنيات بتاعت الجهاز الفني، دورنا أن نلتزم. وبنشكر الإمارات في لفتة ذكية لا تفوت أي إنسان محترم يعترف بالفضل لأصحاب الفضل، قابلونا بحفاوه ومريحيننا كله تمام، بنشكرهم. ودي مش اول مره نيجي هنا، باستمرار بنجد هذه الحفاوه وهذا الكرم. ثم قال اطمنوا، احنا مركزين وعارفين ماتش بكره بطوله، وان احنا المسائل الفنيه بنسيبها للجهاز الفني، وبناكد على تركيزنا والتزامنا باللي هيتقال لنا. هذا هو مضمون ما اردت ان اسمعه. ده كان كلام مهم جدا. عايز اقول لكم خبر مهم، المهندس سيف الوزيري رئيس شركه بريزنتيشن الراعي لاتحاد الكوره بيعلن من خلال استضافته مع الزميل يعقوب السعدي على قناه ابو ظبي منذ قليل ان السوبر القادم في الامارات ايضا، لكن بمشاركه اربع فرق. السوبر المصري القادم بمشاركه اربع فرق وفي الامارات، بحسب اعلان المهندس سيف الوزيري رئيس شركة. وده كان يتقال من مدة بس هو بيأكد عليه يعني. ده اللي يأكده. ونقطة مهمة ليه؟ عايز يقول إن الأحداث اللي حصلت دي لن تلقي ظلالها على استضافة الإمارات للأحداث القادمة.
كمان انتهى منذ لحظات قليلة حفل تكريم رابطة مشجعي الأهلي في أبو ظبي. حقيقة رابطة هائلة جدا، سواء من المصريين أو من الإخوة الإماراتيين أو بقية الإخوة العرب. يعني كان نظمها الصديق خالد عصفور أو أبو كريم. خالد عصفور راجل فلسطيني أردني شغال في أبو ظبي، لكن واحد من عشاق الأهلي المصري كما لو كان أكتر من أي حد في مصر. سارع بي هو والإخوة اللي معاه الإماراتيين والعرب أعضاء رابطة مشجعي الأهلي في أبو ظبي بزيارة فندق الفريق بالاتفاق مع الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة رئيس البعثة، والأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة المرافقة. الحقيقة معظم أعضاء مجلس الإدارة مرافقين للبعثة لمساندة اللعيبة والاطمئنان عليهم. فتم تكريم الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة والأستاذ طارق أنديل. بنشكر الإخوة في الإمارات سواء رابطة أبو ظبي أو رابطة دبي أو كل الروابط العربية الحقيقة اللي زحفت على أبو ظبي. جاية رابطة مشجعي الأهلي من الكويت، وجاية رابطة مشجعي الأهلي من السعودية، ودي رابطة برضو قوية جدا. أنت شفتهم في بطولة ده حاجة رائعة يعني. فكله زحف إلى أبو ظبي. الجميل في الروابط دي أنهم بينسقوا مع بعض أينما يكون الأهلي في أي لعبة تجدهم كلهم متجمعين ووراه. طيب الأهلي برضو بيطلع من حاجة يدخل في حاجة، يعني هي دخلت مباراة السوبر كده عرضا، لكنه تأهل لبطولة أو لدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا علشان يستعد بقوة لمواجهة الترجي. وأشرت لكم في البداية إلى أنه رابطة الأندية أجلت مباراة الأهلي وحرس الحدود المقرر لها يوم 9 نظرا لأنه الكاف قدم مباراة الأهلي والترجي خلاها يوم 12. وأعلن الكاف أيضا تعيين الحكم الكيني بيتر واير كاماكو حكما لمباراة الأهلي والترجي اللي هتكون بملعب رادس يوم 12 مايو الساعة 10 مساء، وهيلعب الوداد وصن داونز في الدار البيضاء يوم 13. العودة هيكون الأهلي والترجي في القاهرة يوم 19، وصن داونز في ملعبه مع الوداد في بريتوريا يوم 20. عايز اقول لكم انه الحقيقه الاتحاد الافريقي حتى الان ما اصدرش عقوبه بشان ملعب رادس، كله كلام اعلامي كلها اجتهادات، لكن الاتحاد الافريقي ثبت موعد المباراتين وعين الحكام، وكان طلع بيان عبر فيه عن رفضه وشجبه لكل اعمال الشغب اللي حصلت في ملعب الرجاء والاهلي في الدار البيضاء وفي استاد رادس في مباراة الترجي وشبيبة الخبائل. في الرجاء والأهلي أسفر عن وفاة بنت في عمر الزهور، لأنه الحياة على فكرة حتة الوفاة هي تدافع. أيوة تدافع مع حادثة سيارة في الشارع، يعني واضح إن هي حادثة طريق خبطت حادثة أصله كتب كده ساعات. يعني عايز أقول إيه، مش عايزين كرة القدم ما دخلتش تبقى الملعب يعني. مش عايزين تبقى كرة القدم يا أستاذ إبراهيم يعني تحتضن أحداث مؤسفة بالمنظر ده، بقت حاجه تخض يعني. طيب بمناسبه تاهل الاهلي واجتيازه مباراه الرجاء، الحقيقه ده كان محل اهتمام الصحف المصريه كلها والعربيه. استاذ حسن المستكاوي كتب في الشروق عن معادله الطريق للبطوله، وبياكد على الارتباط اللي بين الاهلي وبطوله دوري ابطال افريقيا، وبيقول مره اخرى في النهايه مبروك التاهل والنتيجه، لكن امام الاهلي مباريات صعبه في الطريق الى البطوله رقم 11 باذن الله. في كل الاحوال خصم عنيد يعني. استاذ محمود معروف في الجمهوريه قال لك الاهلي صانع السعاده، وبيقول في اعتقادي ان فوز الاهلي على الرجاء المغربي دفعه كبيره معنويا، لان الرجاء من احسن واقوى فرق القاره، واكثر من نصف لاعبي يلعبون ضمن المنتخب المغربي العريق. الاهلي هو صانع السعاده الرياضيه الاول للجماهير المصريه، ويجب ان نسانده جميعا ونشجعه حتى يستعيد العرش الافريقي عن جداره ويحصل على الكاس. مبروك يا رجال الاهلي، مبروك لمجلس الاداره والجماهير والجهاز الفني واللاعبين، وان شاء الله سيحصلون على الكاس هذه المره ويسجلون رقما قياسيا جديدا يصعب تحطيمه قبل نصف قرن من اليوم. في الجمهورية كمان الأستاذ ماجد نوار قال لك ده الأهلي سلطان السلاطين الكروية، وتغنى ماجد نوار بأداء الأهلي وقدرته على تخطي هذه الصعاب. هنوصل للآراء الفنية في هذه المباراة
وهذا التأهل. وائل جمعة واحد من اللعيبة اللي خاضوا فترة مهمة جدا مع الجيل الذهبي مع مانويل جوزيه، وأنا قلت لكم مع مارسيل كولر ومع هذا الجيل من اللعيبة بمزيد من الالتحامات بمزيد من خوض المباريات القوية، لا اللعيبة دي هتتقل وهيعملوا حاجة كبيرة إن شاء الله. نشوف رأي الكابتن وائل جمعة. جيد من اللاعبين ومن كولر مع المباراة. الرجاء فريق جيد هجوميا، قدر النادي الاهلي انه يحجمه. اللعب صعب في المغرب قدام 50,000 متفرج بيساند بشراسة كبيرة جدا، ولكن الهدوء والخبرة اللي كانت عند اللاعبين في المباراة وتحجيم الفريق الرجاء، انما الحمد لله على المكسب وعلى التأهل. يعني في فرق قدرات واضح بين الاهلي وبين الرجاء في الخبرة وفي تسيير المباراة، واعتقد النادي الاهلي لعبته بالذات اللي في خط الهجوم هيقدر النهارده تا والشحات وكهرباء لو في الحالة بتاعت المباريات اللي قبل كده كانوا ممكن يسجلوا النهارده والنادي الاهلي يخرج كسبان من المباراة، ولكن مع المجهود البدني والضغط الكبير اللي اتعمل عليهم بدنيا كدفاع وهجوم ما ظهروش بالشكل ده، وتوقيت التغيير بتاع عبد القادر وطاهر كان مميز جدا. الاهلي بيحترم كل الفرق، بيحترم كل الوحيد اللي ما حدش يتمنى انه يلعب قدامه هو النادي الاهلي. احلى حاجه لخصت الليله كده، تمناش الاهلي مش محتاج. راي وائل جمعه صفر الدفاع الاهلي في الاهلي، فيبدو هل راي محلل زي الكابتن خالد بيومي في وتاهله وقيمه الاهلي افريقيا عاملة ازاي عند خالد بيومي؟ نشوف. هي ولها بابا واحد ولها سيد واحد هو النادي الاهلي. التركيبة اللي اختارها مارسيل كولر يمكن انا اتكلمت عليها، وعن الالتزام وعن النقاط المعينة اللي ممكن يلعب عليها مارسيل كولر. يمكن التغيير الوحيدة اللي عملها مارسيل كولر على التشكيل اللي انا قلته هي فكرة ياسر ابراهيم، وده بيأكد لي حاجة واحدة بس، ان الراجل قاري كويس جدا الرجاء، فاهم تركيبة الرجاء، فاهم ان عندهم سرعات معينة في جزئية معينة، عشان كده فضل ياسر ابراهيم سريع ويشتغل مع محمد عبد المنعم واحد فوتبولر والتاني سريع، ونجح ياسر ابراهيم ان يكون واحد من نجوم اللقاء. وبالتالي اختيارات مارسيل كولر بتأكد ان كل لعيبة النادي الاهلي جاهزين، ما عادش في فرق كبير بين مستوى اللاعب البديل ومستوى اللاعب الاساسي، وبالتالي اي لعيب بيختاره مارسيل كولر في اي مباراة بينزل بيأدي على حسب التفكير بتاعه، على حسب الشغل بتاعه، على حسب إمكانياته، وعلى حسب كمان ما يتطلبه المباراة وقوة المنافس نفسه. اتكلمت على عدة نقاط كانت مهمة ومؤثرة، منها هي عملية التركيز الكبير جدا للنادي الأهلي طوال 90 دقيقة، والدليل هجمات الرجاء كانت معدومة، وده ناتج من اختيار تشكيل معين وثلاثي وسط ممتازين بالنسبة للنادي الأهلي. قاموا بمباراة كبيرة جدا جدا، ولتاني مرة بقول مروان عطية مكسب كبير جدا للكرة المصرية. يحسب للجهاز الفني كيفية التعامل وبالعمل النفسي قبل المباراة تحديدا. ثلاثة، اتكلمت على فكرة التأمين بالنسبة لكل خطوط الفريق، وده يحسب للجهاز الفني. قلت لأن فرقة الرجاء عندها سرعات، وممكن الناس تقول لك الفرقة ضعيفة والفرقة ما عندهاش إمكانيات، لا، الأهلي اللي قوي. يحسب لمارسيل كولر انه تعامل مع مباراتين بذكاء. يمكن التركيبه بتاعت كولر بتؤكد انه مدرب فعلا كبير جدا. كولر في وقت قصير قدر يكسب جمهور النادي الاهلي. برافو كولر، مبروك للنادي الاهلي. النادي الاهلي هو النقطه المضيئه بالنسبه للكره المصريه في التوقيت الحالي. طيب، كلام بيعكس قناعه وبيؤكد رسوخ هذه القناعه لدى الكابتن خالد بيومي اللي ما بيفوتش فرصة، بيبين قناعته بكفاءة مستر كولر، وإن أي حد بينزله يبقى عارف إنه هيطبق له حاجة متفق عليه فيها، وإن قدر بذكاء يقضي على مكان من الخطورة، ولم يتعرض النادي الأهلي للخطورة، وخد الماتش في سياقه، وإن الأهلي هو اللي قوي، مش كل مرة نقول المنافس ضعيف. على فكره هي دي اشكاليه دايما، اول ما الاهلي اي فرقه الاهلي يكسبها اصلا يا مختوم يا مختوم يا مختوم. على فكره الاستاذ حامد عز الدين بيحييك على يا مختوم. انا عايز اقول لك بقيه الجمله ايه بقى. يا مختوم اللي هم بيفرحوا باي حاجه
ويعني يقول بنا اللي بنزعل من اي اخفاق. طيب بقيت الجمله بقى اللي انا ما كنت مخليها للاخر. طب تبادل ده بوعدك. لا ده انت جيت في اخر الليل وهتتسلطن على التليفون الكاتب الصحفي على فكره الكبير السؤال الاستاذ نبيل عمر. بس السؤال الافتراضي ده بقوله جمهورنا تبادل ابدا. استاذ نبيل عمر مساء الخير عليك. مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي وكل الأهلوية في أنحاء العالم. سهرناك معلش. نبيل بيه أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم، سعداء بيكم. ربنا يخليك. قول لي انطباعاتك قبل المباراة السوبر من خلال الأجواء العامة اللي أنت شايفها في البطولة أو في المباراة والسياق بتاعها. هو أجمل حاجة في الحكاية دي كلها أن إفشال هذه المباراة أو المحاولات التي تمت أن المسألة تفشل بغض النظر عن اسم يعني ناس مخلطة بين حاجات وبعضها وملخبطة ولأن في عقل غوغائي سائد وبيحكم ومتحرك. الناس مش واخدة بالها من كلمة الوطن. الوطن أهم من أي نادي في مصر، أهم من الأهلي ومن الزمالك ومن إسماعيلي ومن المصري ومن أي حد في الدنيا. وصورة الوطن في العالم اهم برضو من صورة اي نادي اخر او حتى افراد من مصر. لا فضة فوق، لا فضة فوق. وبالتالي كان يجب الناس تاخد بالها ان نتخانق مع بعض، نتعارك مع بعض، نشتبك مع بعض، نهيب بعض، نتصرف باي طريقة ايا كانت، لكن عندما نكون امام العالم الخارجي علينا ان نحمل علم واحد بس هو علم مصر ايا كان لون الفانيله التي نحملها او نرفعها الى اخره. الناس نسيت ده، طب خلاص. وبعدين ده مش نسيت ده بس، بل حاولوا بكل الطرق انهم لا ده احنا كمان ممكن نبوظ الليله ويبقى شكلنا مش يعني شكلنا كلنا وحش. طبعا بنحمد ربنا لانه طبعا حساباتهم خاطئه لان في حاجه مهمه جدا هم نسيانهم، وانا يعني مش المساله مش شيفونيه او اعتزاز بحاجه او بتاع. عندما يكون الاهلي في مكان فرمانه الميزان موجوده، خلاص رمانه الميزان موجوده، اي حد تاني هيعمل اي حاجه مؤكد انه لن ينجح فيها لان رمانه الميزان هنا وراها جمهور عريض يستطيع ان يملا جميع المدرجات، يستطيع ان ينجح اي مهرجان في اي مكان في رأينا على كوكب الارض اي في اي حته. وهو وقبلق ان يكونوا اهلاويه هم مصريين بالدرجه الاولى ووطنهم قبل اي شيء بالدرجه الاولى، وده قولا واحدا وفاصلا. طيب من في السياق ده يا استاذ نبيل، انت مش معايا انه ما عادتش الناس بتتابع الكوره للمتعه والاستمتاع حتى بالاداء او بالفرق او بالشغف بتاع اللعبه قد المشاكل وكل التداعيات اللي حاصله حوالين المناخ ده؟ لا ما خلاص انا عندي حد قلب، انا حد قلب البتاع، ما بقناش بنلعب يعني. في النهايه الفن والرياضه واشياء اخرى هي فيها قيم لكن كمان فيها تسليه ومتعه. احنا نسينا هذا الجانب وحولنا كل حاجه الى نوع من الحرب لان في حد ما يريد ان يكون يقول انا اسف انا شخصيا لا احب ان اقول اي نادي اخر وانا بتحدث في قناه الاهلي احتراما لهذا النادي الاخر. صحيح. لكن لا يجوز ان ياتي احد ويقول انا فرنسا وفرنسا انا، الذي قال هذا فقط قام الثوره وقعته. ان اتي في القرن الحادي والعشرين ولنادي عمره اكثر من 100 سنه وعنده ملايين بالجماهير ويتحول الى شخص، ثم المشكله بقى عندي كمان ان حتى العقول التي يفترض انها تحسن التفكير وتحسن التدبير والى اخره لا تتحول الى طوع في هذا المضمار وهذا الاطار. ودي مسألة انا رأيي ان علماء الاجتماع السياسي في مركز البحث العلوم الاجتماعية والجنائية محتاجين يدرسوا هذه الظاهرة انها ظاهرة خطيرة جدا وتشي بان ثم مشكلة في العقل الجامعي، في جزء من العقل الجامعي المصري عنده مشكلة، مش بس عند جمهور الدرجة الثالثة والمدرجات، لا عند ناس يفترض
انها بتحسن التفكير وتحسن التدبير وتحسن القول وتحسن التفكير العلم المنظم. فده ما حصلش. انا عندي مشكلة ان في حد خالف القانون، قد حكم قضائي، ففي فكرة المجاراة، يعني بما انه صدر ضده حكم قضائي، طب انا عايز اعمل قرار موازي، عايز اعمل قرار يهضم القرار ده، يعني نقول ان احنا في عدل، فانا اعاقب لاعب على خطأ حتى لو كان دون ان استكمل اجراءات التحقيق بشكلها القانوني المتكامل، واعاقبه بطريقة تتجاوز اي منطق في اي مكان على كوكب، يعني ما حصلش في اي حتة في العالم. يعني كان ممكن بالمناسبة ان محمود كرامة كان ممكن يقف مباراتين وتعدي وما يلعبش السوبر وما يحصلش حاجة، لكن لاسباب تتعلق بفكرة الانتقام والمكابرة، لان انت عايز ايه؟ انا عندي حد اتسجن وهيعزل، طب انا عايز حاجة تسويها، يعني انا عايز عقوبة، ايه يعني ايه تعمل شخلالة يعني تبهر يعني. فتصدر العقوبة بهذه الكيفية. وفي حاجة مهمة جدا في القانون، ان اي عقوبة في القانون لابد لها حيثيات ودلائل وقرائن تبرر هذه العقوبة، ولا تعتمد اي عقوبة في القانون على الرأي. ما ينفعش ان انا اقول لك ايه طب انت اديت 12، طب ما كنت اديت 12 شهر، طب ما كنت اديت 12 سنة، طب ما كنت طلبت بشطب اسمي من السجلات. ايه اللي منعك انك تعمل كل ده؟ ايه اللوائح او القواعد التي ألزمتك فقط بال 12 مباراة وليس 12 سنة او شطب نهائي او 9 مباريات او غرامة 100 مليون جنيه مش مليون جنيه فقط؟ ايه الحدود التي تحركت فيها القانونية اللي انت تحركت فيها ووجدتها مناسبة لحجم الخطأ الذي ارتكبه؟ احنا للأسف توصيفك للخطأ يعني انت دائما يا نبيل بيه عندك القول الفاصل، بس مشكلتك انك دخلت في اخر الليله، المخرج عمال يقول انا بنشكرك ونتواصل ان شاء الله. انما عندك القول الفاصل وانت اتكلمت في زوايا لم يتعرض لها احد الحقيقه، يعني هو طبعا بما انكم في اخر الليله، انا يعني انا خلصت الجزء المهم في اللي انا كنت عايز اقوله. يعني شكرا جزيلا، ودايما تاتي بالخلاصه. اهلا بك يا حبيبي، اهلا بك واهلا بجمهور الاهلي. شكرا جزيلا للاستاذ نبيل عمر الكاتب الصحفي، اللي اعتقد وصف المساله في هذا المشهد العبثي بهذا التوصيف العميق. في فيديو دلوقتي عايزين الحقيقه القرار المهم بشان السوبر اللي جاي، المهندس سيف الوزيري في استضافته مع الاستاذ يعقوب السعدي على شاشه ابو ظبي قبل قليل، هنشوفه. اول دوله عربيه سوف تقدم نسخه مميزه للسوبر، كلمني عن هالنسخه اللي راح تقدمونها ومتى راح تكون؟ كم مباراة أول شيء أو كم فريق راح يشارك؟ طيب احنا طبعا زي ما كان أخي عارف بيتكلم في النقطة دي، احنا دايما بنبص للشريك بتاعنا ان هو لازم يكون معانا في صناعة القرار، مش علشان خاطر بس اللي هو ان احنا نطلع بمنتج يكون يليق، لكن لا، هو لازم في الآخر خالص ان هو يكون بيحقق الأهداف. فطبعا احنا بحكم الشراكة القديمة وبحكم ان احنا النهاردة بنتكلم في ان شاء الله بإذن الله علاقة مطورة، فاحنا بنتكلم كنا في ان يكون من اربع فرق، الاربع فرق دول هيكون ان شاء الله ثلاث ماتشات، وتم عرض الاستراتيجية دي على اربع فرق. اربع فرق ثلاث ماتشات، ثلاث مباريات دور الاعلام بالظبط. خبر عاجل بيكتب لك اربع فرق ثلاث مباريات بالظبط كده. اوكي هناخد الفائز من المباريتين وهم دول اللي هيلعبوا في ممكن يكون النهائي، ممكن يكون أربع، يعني ثالث ورابع، لأن نحن هدفنا نتكلم نحن يعني. أوكي. هدفنا أن الجمهور اللي جاي يستمتع ويشوف يعني المباراة، مش شرط أنك تلعب مباراة تخسر في بعد مركز ثالث. حلو، هذه مهمة لإثارة لآخر لحظة. أيوة، أنها تكون مستمرة وتلعب يعني. أوكي. كل مركز بيكون له في فترة معينة، أسبوع مثلا البطولة دي، البطولة هتكون أسبوع إن شاء الله مع بداية الموسم اللي جاي. وإحنا يمكن كنا عرضنا الفكرة على اتحاد الكورة وهم اوريدي يعني لقوا
من ضمن الأجندة في الاتحاد المصري إن شاء الله بإذن والأجندة الله. عندنا إن شاء الله بإذن الله حيتطلب طبعا من الاتحاد تعديل بعض الـ حتى الرابطة أعتقد أنتم حتى الرابطة بالضبط وخدنا موافقة الرابطة عند الرابطة إن هي تقدر إن هي تساعدنا في الحتة دي في ترتيب الجدول علشان فعلا يبقى الكيرتن أوبنر للموسم اللي جاي دايما يكون هل, هل, هل الفرق اللي بتشارك اللي في بالكم انه بطل الدوري ثاني الدوري بطل الكاس ثاني الكاس ولا كاس الرابطه بعد لدور راح يكون كاس الرابطه ممكن يخش ما هو ده من احد الاوبشنز اللي كانت مطروحه كاس الرابطه ممكن يخش يمكن برضو بنعمل منتج جديد بالتعاون مع الرابطه ان هو يبقى فيه كاس خاص بيها وكنا برضو عرضناه على مجلس ابو ظبي الرياضي علشان كده احنا في فتره مناقشات خاصه بيه كيفيه ان احنا فعلا يتحط ضمن الكالندر الخاصه بفعاليات ابو ظبي ان هو احتمال كمان ما تبقاش كاس واحد دول يبقوا كاسين واحد في شهر 10 وواحد في شهر 12 او في يناير تجديد العلاقه بينكم بين مجلس ابو ظبي الرياضي في الفكره الجديده هاي الفكره المطروحه 5 سنين صح؟ صح. 4 سنوات أربع عشان سنوات. تبقى ماشيه مع قابل للنواف قال 5 خلاص 5 علشان تكون متماشيه كمان مع العقد الخاص بتسويق حقوق الاتحاد احنا يمكن يعني الحمد لله المنتج فعلا بقى عليه طلب حتى من الرعاه في مصر شايفين معانا راعي جديد السنه دي الناس فعلا بقت عايزه ان هي تيجي وتربط اسمها بمنتج كاس السوبر اللي بتلعب فيه الامارات معانا البنك الاهلي المصري اللي فعلا يعني كان ليه دور كبير ان احنا نقدر ان احنا نكون موجودين النهارده فعشان كده ابتدينا مش بس بنبص في التطوير للشريك الخاص بالتنظيم لا لازم بنبص كمان لمتطلبات الرعاه النهارده هم عايزين يستثمروا في الرعايه الرياضيه باي شكل فإن شاء الله بإذن الله هيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب احنا مش عايزين نحرق أكتر من كده عشان في أطراف كتيرة لازم لا تكون موجودة معنا انت خلصت التسويق خد من الفرق انت الجانب التسويقي طيب الفيديو ده مهم جدا يا أستاذ إبراهيم ليه؟ بيعكس ما زال ثقة الإمارات والإخوة في الإمارات وفي أبو ظبي في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى المصرية ما زالت راسخة وعارفين ان الكرة المصرية اذا وجدت بتبقى محل اهتمام والتزام الكرة المصرية بتعهداتها وحجم ثقة الرعاة ايضا في المنافسات المصرية لم تهتز اذا كل الاحداث الشوشرة اللي حصل دي ما نجحتش النهاردة البطولة الجاية يا استاذ ابراهيم عايز اسألك سؤال ومن حقك تجاوب او لا البطولة الجاية 4 فرق في حال التأهل الزمالك هل هناك عقوبة؟ الزمالك عندك إجابة؟ الزمالك وفقا للائحة السوبر معاقب بالحرمان من المشاركة ده قولا واحدا في لوائح تحترم لكن كمان النقطة المهمة الأستاذ السيف الوزيري بيقول لك هم 4 علينا إن احنا من دلوقتي نحدد أول ودوري بطل الكاس والوصيف بتاعه ولو الزمالك موجود في الدائره دي او دي هيتشال وهيتحط مين اللي بعد منه اعتقد توضيح الامور واحترام اللوائح جزء من نجاح البطولات دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في 9 مساء الاثنين القادم ان شاء الله تصبحوا على خير كلام بجد